مرت من غير ما اكون فيها جنبك، من غير ما اقولك بحبك، كم فرصة ضاعت. يا صباح الحب والوفاء والحنية على كل أم مصرية بتشوفنا النهاردة. صباح التضحية، الصبر، الحياة. بنرحب بيكم النهاردة في يوم مميز وخاص هنتكلم فيه عن الأم المصرية الجدعة، أمهاتنا حوالين العالم، وخصوصا كمان يعني هبتدي طبعا بأمي، وهتبقى أولوياتنا النهاردة لأمهات شهداء مصر. هيكون معاكم أنا أسماء مصطفى، ومعانا زمايلي طبعا خالد عليش ودالي أشرف. برحب بيهم. صباح الفل. صباح الخير. صباح الفل على كل ست ربت وكبرت وضحت عشان تقدم لنا مش بس إنسان، لكل مجتمع كامل، بنات وولاد، ستات ورجالة. صباح الخير على كل أم، من أول أم البشرية ستنا حواء لحد آخر ست هتقوم بدورها في صنع الحياة. صباح الخير لكل أم مصرية وكل أم عربية. صباح لكل أمهات الشهداء، ربنا يا رب يصبر قلوبك. صباح الخير. صباح الخير يا خالد. صباح الخير يا أسماء. صباح الفل عليكم. صباح الفل على كل مشاهدي النهار وان والنهار اليوم. صباحكم زي الفل. يعني مختصر كده، كل سنه وانت طيبه حاجه، كل سنه وانت طيبه لكل حد بيتفرج علينا، لكل ام بتتفرج علينا. يوم لطيف. انا عارف ان هو اليوم اليوم عليه خلاف كمان. لا يعني فكرة الخلاف مش مشكلة، بس طول ما انت بتفتحي محطات التلفزيون، محطات الراديو، تبقى ناس بتتكلم عن الأم وأعياد الأم. يمكن لأنه فكرة الأمومة الناس بتعتبرها بجد غريزة عادية، يعني تتولد كده. بس بصي، زي ما احنا قلنا، احنا بندور على فرصة عشان نقول لبعض كل سنة وانتم طيبين، كل سنة حاجة حلوة عشان نتبسط. بندور على الحاجة الإيجابية. يعني مثلا النهاردة ممكن تلاقي كتير جدا من الناس، طبعا ربنا يصبرهم، فقدوا أمهاتهم، لكن أنا بشوف إن ده نوع من انواع الايجابيه، ان احنا حتى لو يعني والدتك مش معاك لا قدر الله النهارده، لا ممكن تتجمع انت واخواتك، ممكن تعملوا لها صدقه جاريه، ممكن تروحوا تزوروها، مجرد لمتكم جنب بعض ممكن انت كمان تحسن من نفسك في دنيتك علشان تكون بالنسبه لها الولد الصالح اللي هيدعو ليها. فانا بشوفه في ايجابيات كتير قوي، مش لازم نقعد. صح. بقى يعني كده كل سنه طيبين. كل سنه طيبين. ميرسي. ام بقالك فتره صغيره. فتره صغيره. فتره كبيره. مش عايز اكبرك، بس يعني بس كل سنه طيبين. في شيء مشكلة. انت طيبه. ميرسي يا لولو، انت طيبه. لا بصي يا جماعه، بارك كده ان شاء الله. ان شاء الله نفرح بيكي. والعيال يقعدوا يجروا كده، امي يزروطوا الدنيا. صغننين صغننين كده ان شاء الله. بس دي بتبقى مرحله حلوه قوي. طبعا. يعني مرحله الزروطه. ايوه يا داليا، خالد ياخدك. مرحله الزروطه دي بتبقى مرحله حلوه جدا بتعدي بيها كمومة، احلى حاجه. حتى لو كانت بتتعب منها، بس مع الوقت بتفتكرها وبتبقى يعني بتبقى فرحانه بيها. يعني هي فعلا الامومه حاجه صعبه جدا جدا جدا، وربنا يكون في عون كل ام، خصوصا الامهات الجديده. الموضوع متعب جدا بالنسبه لهم، وخبره جديده وتجربه جديده داخله عليها. في امهات البنات بيبقوا مدلعين، فده اللي بيخض شويه. بس في الاخر لازم تلبس، لازم تبقى ام. يعني هي ما عندهاش بديل غير انها تبقى ام. طبعا. صح. طبعا. صح. كل سنه وكل الناس طيبين كده وخير يا رب. النهارده بقى تليفونات بس، يعني في الاول كده كل الناس تكلم بعض تقول لها كل سنه وانتم طيبين. يعني بنحب دايما اليوم ده علشان خاطر الناس تقول لبعض كل سنه وانتم طيبين من خلال برنامج. سيبك من البرنامج خالص، مش عايز تتصل بينا، ممكن انت ترفع سماعه التليفون وتقول لمامتك كل سنه وانت طيبه، تقول لاختك الكبيره كل سنه وانت طيبه، ممكن حماتك. حماتك. وممكن على فكره في ناس بتبقى في حياتنا كمان بتبقى زي ماما، مش 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 طنط يا داليا، لكن علشان مثلا ممكن واحد تبقى صاحبه مامتك، لكن بيبقى في مثلا ناس في حياتك بيبقوا عنين قريبين منك زي مامتك. فدول مثلا بتبقى محتاج برضو ان انت تقول لهم كل سنه وانتم طيبين، حتى لو ما كنتوش قرايب، يعني مش مش خالتك. صح. مش عمتك كده. جدتك برضو لازم تقول لها كل سنه وهي طيب. طبعا. يعني كل سنه وهي طيبه كده يعني. طب يعني ولادك جابوا لك هديه ايه؟ لا ولادي لسه ما جابوليش هدايا، بس ولادي عاده الهدايا بتاعتهم هم اللي بيعملوها. يعني ممكن يرسموا لي رسمه، يعملوا لي كارت بايديهم. يعني والله. مثلا السنه اللي فاتت، ما اعرفش السنه دي ايه، السنه اللي فاتت احمد ابني رسمني بشكل كنت فرحانه بيه جدا. رسمك؟ والله. رسمني الصوره. طبعا انت عارف يعني رسم طفل عنده 6 سنين، بس يعني لما سالته انت رسمتني كده ليه، فقال لي ماما يعني انا متخيل ان انت دايما على طول شعرك بيطير مع الهوا، ده تخيله. ملاك. وان انت لازم. لا مش ملاك ولا حاجه.
ايوه ده بيبقى متخيل كده ان هو ده. انا بقول له ليه انت يعني مراجع شعري كله ورا؟ قال لي عشان انا شايف ده. فدي طبعا بتبقى لا من الحاجات يعني فكره التكليف الرمزيه والفكره نفسها ده. وان الطفل نفسه انا عايز اقول كده يعني حتى في هدايا ما يبقاش حمل. اهم هديه كانت بتيجي واحنا صغيرين لغايه النهارده هديه مهمه جدا بتاعت المدرسات. انا بس منعيت على طب نعايد على سهير. يلا سهير صباح الخير وكل سنه وانت طيبه. حاجه سهير ازيك؟ الحاجه سهير نسيتيني؟ الحاجه سهير لا انا ما ماسكيش دي داليا. حاجه سهير مش انا. صباح الخير داليا. صباح الخير طيبين وانت طيبه وقلبك طيب. وانت طيبه حاجه سهير. ربنا يخليكي خلود. عيد ام سعيد كده ان شاء الله. يا رب يخليك ويا وانت اسماء ربنا يخليك ولادك يا رب يخليك يا رب ربنا يخليك يا رب ربنا يخليكي. وعايزه اقول كلمه يعني عايزه اقول حاجه لام الشهداء ربنا يصبرهم يا رب يا رب يا رب ربنا يصبرهم لان احنا حاسين بيهم والله هم مش لوحدهم صدقيني. صح طبعا صح طبعا. احنا كمان معاهم يا حاجه سوير يعني ربنا يصبر قلوبهم. واللي يعرف ام شهيد يا ريت النهارده يديها حتى اي وقت من وقته ويبعت لها رساله يكلمها في التليفون يخبط عليها الباب. ده مهم جدا يعني واي حد برضو والله امه متوفيه كل ده بيبقى بتحس كده باللمه كده الشعب بتاعنا هو دي لمته. صح صح احنا مصريين كده بنحب بعضينا كده نلم بعضينا زي ما انت قلتي الاخوات يتجمعوا. صح كلنا اتجمعنا ننتهز اليوم النهارده علشان نتجمع يعني حتى يعني بالظبط. واكيد اكيد الام وكلكم طيبين ربنا يخليكم وبالف خير وبالف سلامه يا حاجه. ربنا يخليك يا حاجه سمير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ناخد الحاجه فاتن. فاتن حجات النهارده بس بقى. الو صباح الفل. الو ايوه الو انا فاتن. ازيك اخبارك ايه؟ انت طيبه ازيكم كلكم كل سنه وطيبين. طيبه وكل سنة وأم كل شهيد طيبة يا رب. كل سنة وألف خير. وكل سنة وكل واحد وواحد في مصر فقدت أمها طيبين ويفتكروهم بالرحمة وقراية القرآن والدعاء الصالح. صح ربنا يا رب يكرمك يا رب. كل سنة وأنت طيبة وبألف خير يا رب. وكده يا رب يخلي كل أيامنا أعياد حلوة يا رب كده. كل سنة وكل أم طيبة يا رب في مصر. طب قولي لي يا حاجه فاتن انت بتجيبي لمين هديه عيد الام؟ انا كنت بجيبها لامي الله يرحمها دلوقتي ما بجيبش لحد. ده خالص. طب جالك ايه هديه يا حاجه فاتن؟ بنتي جابت لي مج. طب مج. حلو. حلو حلو عشان كل ما تشرب الشاي تفتكريها. ايوه وكتبت اسمك على المج وكده؟ ايوه حلو ده. ده جابت لك المج اللي هو في مج طالع جديد انا شفته في هديه عيد الام الجديده مج سحري. المج السخنه المج اللي هو اللي لونه بيتغير اللي يشبه الياباني كده الصوب بالمعلقه. اهم حاجه انها بس معاه معلقه كده منه فيه. صح ايوه ده غالي ده يا حاجه فات. هتضر يا خالد ولا ايه؟ يلا هو عليا خالد. هو اللي بيقر مش انا. انا جاي هدي النفوس النهارده. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت بألف خير يا رب. لا انا كان قصدي ان حاجه فاتن تكلم كمان الجيران بتوعها وتقول لهم كل سنه وانت طيبين. ده بيبقى حلو يا جماعه. انا ما هو ده اللي انا عايزه اقوله يا خالد ان احنا بصوا نتلكك يعني 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 اكتر حاجه بقت بتضايقني بجد ان احنا بقينا كل تعاملاتنا مع بعض في حياتنا جروب على الواتساب. وانا بكره الموضوع ده جدا يعني على فكره. يعني ايه ان انت كل علاقتك بالناس القريبه منك بقت عباره عن واتساب؟ بس اكيد علاقه الام مش واتساب او يعني ماسنجر. لا في ناس مثلا اللي هي القرايب ما هو مثلا يعني ما عندهاش مكالمه يعني ما هو ما اعرفش ليه موضوع المكالمه ده معني دلوقتي في مكالمات مجانيه ايوه من شركات كتير يعني الموضوع مش مكالمه بس فكره ان مثلا عيله كامله عيله تلاقيهم عاملين جروب على الواتساب كل علاقتهم ببعض كل جروب على الواتساب ويقول لك احنا ما بنزعلش من بعض. مش مساله ان انتوا ما بتزعلوش مع بعض وانتوا بتشوفوا بعض عشان تزعلوا من بعض اصلا من بعض يعني الحميميه كده يعني انا بحس انه لو انا عايزه اسال على خالد او داليا هرفع سماعه التليفون اكلمهم مش هبعت مسج على الواتساب اخباركم ايه عاملين ايه. طيب نكلم الاء كمان. يا الاء ازاي صباح الفل. صباح النور. صباح الفل. صباح النور. ازيكم عاملين ايه الاول؟ الحمد لله كل سنه وانت طيبه وحضرتك طيبين. انا عايزه بس اقول كلمه لامي. كل سنه وانت طيبه يا امي يا اغلى حاجه في حياتي وربنا يخليكي ليا يا رب وما يحرمنيش منك ابدا يا رب. وانا مبسوطه ان انا منك انت لانك علمتيني حاجات كتير قوي في حياتي يا رب. طيب قولي لي انت لسه واضح ان انت ما اتجوزتيش ما بقاش عندك ولاد الاء صح؟ ايه لسه مش عندك ولاد يا الاء لسه ما اتجوزتيش؟ انا لسه في اولى جامعه. طب يلا ربنا يكرمك ان شاء الله يا رب. وبرده عايزه ما انساش امهات الشهداء
طبعا تحية طبعا. كل سنة وهم طيبين وتحية ليهم بجد ان هم جابوا ناس رجالة صحوا عشان مصر كتير. هو ده اللي احنا عايزينه بقى، ان ام كل شهيد النهاردة تبقى عارفة ومتأكدة انه ربنا يعوض صبرها خير، وانه راح يعني ابنها. لكن احنا بنقول لك ان مصر كل دول فيها اولادك، كل دول بيقولوا لك سنة طيبة، كل دول بيدعوا لك يا رب يا رب. شكرا يا امين. شكرا طيبة. كل سنة وانت طيبة. ناخد صفاء. صفاء صباح الخير. صباح النور وكل سنة وانت طيبة. ازيك يا داليا؟ صباح الخير. كل سنة وانت طيبين. وانت بألف خير وبألف سلام. الله يخليك. انا بس حبيت اصبح على امهات الشهداء كلهم، اقول لهم ربنا يصبرهم باذن الله يا رب، ويجعل يا رب ابنائهم كده بيستقبلهم في الجنه. اللهم اصبح على ام الله يرحمها ام حسن الله في الجنه برضه باذن الله. انا متوقعه كده باذن الله. باذن الله وربنا يجمعنا بيهم دايما يا صباح رب. صباح الخير. وجات لك هديه ايه؟ لا ما حدش جاب لي. ليه؟ بنتي مريم، لا بنتي مريم جابت لي سلسله من الكرنفال في المدرسه. طيب الله حلو رضا. الحمد لله الحمد لله. ربنا يخليها لك. ربنا يخليها لك. الله يخليك. وصبح على كل جيراننا اللي في شبرا، الناس اللي كانوا دايما جنبينا. صح كده. واقول لهم دايما يا رب يفضلوا بخير يا رب، ويفضل الخير جواهم دايما يا رب. يا رب الله يا رب. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبالف خير. ايه اكتر اغنية كنت بتحبوها في عيد الام؟ ست الحبايب. ست الحبايب دي الاغنية الاشهر. انا الحقيقة اثنين بس كانت واحدة وانا صغيرة. دي عشان كنا دايما في حفلة المدرسة فكرة يا ماما يا ماما صباح الخير يا مولاتي. ايوه هي دي. ولما كبرت بقى ابتديت افهم انشودة امي، يعني عجبتني قوي لانها بتبقى مرتبطة بامي ومرتبطة بامي التانية بمصر. يعني احنا هيبقى معانا ان شاء الله اغاني كتيرة كده ليها ان شاء الله باذن الله. انت لا انا بحب ماما زمانها جاي. ماما زمانها جاي. غني يا خالد يلا. نفسي اشوفه لما يا خالد يلا نغني. مش عارفين شكله ونبي يا غني. لا لا ونبي الحاجه مستنيه. انا بقى فقره الغنى دي انا هطلع براها. ونبي يا خالد يلا. لا لا ماما زمانها جايه جايه بعد شويه جايبه لعب وحاجات واكبر جايبه معاها شنطه فيها والزوبة بتقول واك واك واك. عارف الواد اللي اسمه عادل جد دكتور وعمل له ايه؟ لا في حتة تانية راح مديله حقنة كبيرة. كنا مخافينها جدا. عارف اداله الحقنة ليه بقى؟ عشان ما بيشربش اللبن. ايوه. الو الو عشان ما بيشربش اللبن الصبح. الله عليك. دي موتي انا، دي موتي انا يا جماعه. ضحكوا عليك. يا ماما يا خالد عامل ايه؟ ازيك؟ صباح الفل عليكي. صباح شفتي الفل. بقى عامل ايه؟ الاغاني القديمه بنستفيد منها يعني بجد. يعني يا ماما اشمعنى خالد يا ماما؟ طب وداليا؟ انا هقول داليا. لا ما انا لسه ما خلصتش مع خالد. بجد؟ صباح الخير. صباح الفل. كل سنه وانت طيبه يا ام اسماء. الله يسلمك. صباح الخير. انا هقول لك ام اسماء بقى على طول كده. طبعا. ازيك يا داليا عامله ايه؟ صباح النور. صباح الخير. كل سنه وانت طيبه يا ماما. عقبال يعني عيد ام كده وانت دايما معانا ومنورانا. ربنا يخليكي ليا يا رب. حبيب قلبي ميرسي. شكرا. انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا امي صاحبتي. مفاجاه جامده والله. صح؟ يا اسماء شفتي والله يا ماما. بصي انا قلت ايه، هم قالوا لي وانا عارفه ان انت مش بتاعت عمرك ما دخلتي البرنامج في حياتك. لا عمري ما دخلت. كان نفسي اخش معاكم بس ركزت. طب اهو لا ما تكسفيش يا ماما. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا ام اسماء. غني لها حاجه. غني لها حاجه. يلا يا ماما داليا هتغني لك بقى. يا حبيبه يا حبيبي يا اغلى من روحي ودمي. لا لا لا. كل سنه طيبه يا ام اسماء. وانت طيب يا خالد. وانت طيبة يا أسماء. وانت طيبة يا داليا. وانت طيبة يا ماما. ويعني وانت طيبة وسنة سعيدة عليكم واشوفكم دايما في أحسن حال. يا رب يخليك يا ماما ويديك العمر والصحة حبيبتي. صباحك صباح الفل. يا حبيبه يا اغلى يا شغاله معانا روحي ودمي. احنا موجودين احنا في يا اغلى من وانا كروان بس عشان الاغنيه عشان امي اغني. انتوا عارفين صوتي وحش قوي في الكسم اغني. هو على فكره مين بيغني؟ يا امي يا ربي خليكي يا امي يا ست الحبايب يا حبيبه يا حبيبه يا حبيبه حبيبه. الله يبعد عنك ولاد الحرام يا سيدي. اللهم الله يبعد عنك ولاد الحرام. انسى
هرتي. مين كانت الام المصريه في السينما؟ عندك فردوس محمد. ايوه. عندك مش عزيزه حلمي. عزيزه حلمي. امينه رزق. امينه رزق مع انها كانت في الحقيقه مش ام، لكن قد عملت ادوار الام ببراعه على السينما المصريه. زوزو نبيل. زوزو نبيل. انا بشوف الحقيقه فردوس محمد، طبعا فنانه فردوس محمد هي الام المصريه، ام السينما المصريه. وبعدين كانت شقيانه، يعني تحس ان هي نموذج للست. وقدام يا نينا. يعني قدمنا في سيدة القصر يا نينا. لا كان في حد بس هتفكريني بيها داليا بعد ما ناخد سحر. انا عايزه سحر. سحر. ايوه. صباح الخير يا سحر. صباح الفل عليك. كل سنه وانتم طيبين كلكم. وانت طيبه يا سحر، ربنا يخليك. بجد منورين منورين والله بجد. يعني بتعملوا بهجه جميله جدا معانا كلنا، والله احنا فرحانين جدا جدا يا رب يخليك. كل سنه وكل ام طيبه يا رب. كل سنه وانت بخير. كل ام شهيد طيبه يا رب. يا رب. اتجوزتي وعندك ولاد يا سحر ولا لسه؟ عندي ولاد. ايوه عندي ولاد، وعملوا لي هديه جميله جدا جدا زي كده، زي ما قالت كده داليا. ولادي عاملين هديه جميله، سميه رسمه جميله قوي، وعملوا حرف الاس وفيها ورد وفيها فل وجميله جدا. انا اللي قلت يا سحر. دي اسماء ولادها اللي بيعملوا كده. داليا بقى داليا داليا يعني ان شاء الله هيبقى عندها ولاد. ده ولادي انا. احنا كمان عايزين كل الولاد بقى الصغيرين. معلش يا اسماء معلش. لا ولا يهمك يعني طبعا يعني يعملوا لنا اغنيه. يعملوا لنا اغنيه، يعملوا لنا اغنيه. احنا عايزين الولاد الصغيرين يعملوا لنا اغنيه. ايه رايك يغنوا لك اغنيه؟ يعملوا اغنيه انا؟ هم بيغنوا لي. لا هم بيغنوا لي انا اللي هو عشانك يا ماما سحر. انا بعشق السهر. الله الله يا خالد. الله شكرا يا خالد. شايفه شاعر شاعر. كل سنه وانت طيبه يا خالد. واحد بيقول له اقول لامي كل سنه وانت طيبه يا امي. وهي طيبه. ربنا يا رب يخليك يا حبيبتي. كلكم طيبين. وانت طيبه وانت طيبه يا سحر. ربنا يخليك يا حبيبتي. كل سنه وانت بخير. طب مين يا جماعه كان عنده حد مثلا يعني يا داليا، مين كان مع طنط مع مامتك بتحسي ان هو برده ايه قريب يعني؟ عندي خالتي. خالتي. دي خالتي دي قريبه مني برضو، بقول لها كسان طيبه وبقول لمامي كسان طيبه. طبعا. فدي هم كانوا اتنين. ايه اتنين. خالتي ومامتي. بصي انا طبعا امي يعني امي رقم واحد واثنين واثنين. ما احنا متفقين. احنا يعني ام رقم واحد. احنا بعد رقم واحد. مش قادر احط حد في مرتبه اخرى يعني طبعا خالاتي كلهم بحبهم. ما هو ده بس اكيد. ما انا بقول لك في حد بيبقى. يا سيدي زادت الخرخير. انت مالك قافلها كده ليه؟ مش عارف بس. انت مالك قافلها كده؟ ايوه يا داليا اديله اديله شويه. حد معاها يعني فاهمة؟ مقفلها ليه يا خالتي؟ ما هي احنا يعني خلاص هي المرتبة الأولى يعني اللي ربت وخلفت وكل حاجة. مثلا بعد الشر الناس اللي هم أمهاتهم النهاردة مش موجودين طبعا أكيد بيبقى عندهم حد في حياتهم. ممكن تكون أخت على فكرة كبيرة مثلا. صح يا داليا. ممكن تكون الأخت الكبيرة يعني مثلا. يلا يا بنتي نروح. أنت في إيه؟ وأنت كل ما نقول كلمة مقفلها لنا ليه؟ حاسك كده أنت عندك مشكلة وأنت صغير. يلا يا داليا علي. علي أنا عايزة متخلفة. بتحس بوجع تحت بطاطا على فكرة. كنت عندك ازمه ولا حاجه وانت صغير؟ لا والله انا بحب خالاتي كلهم طبعا وعماتي وكلهم بس امي 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 ثم امي امي ثم امي. عبد الرحمن بدورك. عبد الرحمن. ازيك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله. مالك عامل ايه؟ عبد الرحمن الحمد لله. انت عندك كام سنه؟ عندي 14 سنه. يا خلاص 14 سنه. قلت عملت ايه النهارده لماما ولا جبت لها ايه ولا قلت لها ايه؟ هجيب لها لسه النهارده. هتجيب لها ايه يا عبد الرحمن؟ وعيت وعيت وام عليك بخير. انت عارف يا عبد الرحمن ان انت تبقى كويس وبصحه وبخير دي احلى هديه لماما. بتتبسط يعني دي. حتى لو معكش فلوس قوي مش مهم. طب انت يا عبد الرحمن عندك 14 سنه وصوتك شايل الهم ليه كده؟ ما ليه اشيل لها الهم الاخر. مالك؟ اشيل لها الهم الاخر. ايه؟ شايل الهم؟ ليه يا عم؟ ليه؟ كده يا عم انا بساعدها واجيب لها كل طلباتها. شايل هو البيت. طب وانت لما انت كده راجل يا عبد الرحمن وتشيل لها طلباتها ده انت المفروض تبقى فخور بده مش تبقى متضايق. هو لازم اشيلها. صح كده؟ يبقى انبسط كده يا عبد الرحمن. ربنا يخليك ليا يا عبد الرحمن ويخليها ليك يا رب. قول لمامتك كل سنه طيبه كده. كل سنه وانت طيبه يا ماما. صح وهي طيبه وبالف خير ويخليها لك. كل سنه ابو عبده. كل سنه طيبه. يخليها لك يا رب. كل سنه وانت طيب. طيب. مساكي طبعا. رد خالاتك. طب انا الحاجه شربات. والجيران. صباح الخير. صباح الفل يا حاجه شربات. ازيك يا حبيبه قلبي؟ ازيك انت؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وكلكم طيبين يا رب كده بخير ويجعلها سنه مبروكه علينا كلنا يا رب. يا رب ان شاء الله. يا رب. انا عايزه بس اقول لي ولادي انا هم كل سنه وطيبين ما حدش يقولها لي انا اقولها لهم لاولادك.
لولادي كل سنه وهم طيبين، بحس ان هم امي. ربنا يخليهم لك. الله ده حلو قوي ده والله العظيم، حنيتهم عليا فوق ما تتخيلي. الله ده حلو قوي. عارفه انا بعيط من كتر الحنيه بتاعتهم عليا. ما شاء الله. انا ببقى عايزه اعيط. ما شاء الله. بس انت تلاقيكي انت كمان اكيد كنت حنينه على مامتك قوي. الحمد لله الحمد لله، يعني الواحد يعني الله يرحمها. الله يرحمها. انا كل عيد ام لازم اقعد اعيط. ليه بس؟ افتكرها واقعد اعيط. حبيبتي ربنا يا رب يرحمها يا رب. احنا مش عايزين المناسبه تتحول معانا لدراما قوي والله. يعني لا ما اعرفش، يعني حنيه الام دي مش هتتعوض. لا هي مش هتتعوض يعني. طبعا طبعا. بس لا نتبسط يعني. رخين ولادي يعني الحمد لله ربنا زرع فيهم الحنيه بطريقه ما شاء الله. يعني ما ربنا بص يعني بيعوضك يعني. انت عشان كنت حنينه على والدتك فربنا الدنيا داين تدان. وعماتي عمتي طيبه وحنينه عليا كانها امي. يا رب. والله كل سنه وهي طيبه. الحاجه سعاد الخوانكي يا رب يخليها لي. عمي الحاجه خديجه برضو والله كل سنه وهي طيبه. طيبة حاجة سعاد وحاجة خديجه كل سنه وهم طيبين يا رب جميعا. وطنط كوثر يا رب اللهم امين وامات فردوس يا رب. يا رب كلهم بخير يا رب وبصحه وعافيه. خالد هديه الحما بتبقى اغلى ولا هديه الام؟ اسكتي دي هديه الحما ولا الام؟ لا انت بتجيب لمامتك دلوقتي يعني العشاء بيبقى مثلا مع مامتك فمش مشكله هتعدي، لكن الحما هتبقى واقفه لك بالمرصاد. لا ما هو اصل بص ولا تقول لك لامي اغلى. انا هبص لها ان هي انا لازم اجيب لها هديه عشان اسكتها. لا يبقى انا كده العلاقه مش سويه. انا لازم انا لازم اتعامل معاها على انها زي امي بالظبط. بس انت عارف ان داليا اتكلمت في موضوع مهم، ان دي احيانا بتبقى النهارده خناقه يعني ما بين روح يجيبوا الحاجه الاول واعتقد ولا روح لحماتي الاول. يعني طب يلا التليفون اللي معايا. ازيك يا ام داليا؟ ازيك يا خالد؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وحضرتك طيبه. ازيك يا طنط؟ كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا مامي. اهلا يا داليا حبيبتي. ازيك يا حبيبتي؟ منوره والله على الشاشه. ربنا يخليك كل سنه وانت طيبه. العرسان ما اقولكيش. العرسان ما اقولكيش. بيترق على الباب. كل سنه وانت طيبه يا طنط. طوابير طوابير طوابير. اهلا يا اسماء. ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيبه وربنا يديكي العمر والصحه. دايما كده يا رب فرحانه بيهم. يا رب يخليكي وتفرحي يا رب بداليا ويديكي الصحه والعمر. الله يخليكي حبيبتي. الله يخليكي. الله يخليكي يا طنط. ازيك يا خالد عامل ايه؟ الحمد لله تمام زي الفل. داليا جابت لك هديه ولا طنشت؟ ربنا يخليكي يا خالد. سامعاك وانت بتقول لا هي ماما دي حاجه ثانيه خالص. صح هديتها داليا يا ابني. يا رب يعني انا صح كده في كلامي؟ لا صح طبعا. اصل هم بيقولوا لي في المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه. لا هي كل المراتب لا مؤاخذه معلش. ثم الام ثم الام. يا طنطي دي داليا قالت انها بتحب خالتها يعني بعد حضرتك. أيوة هي بتحب خالتها. طيب ما قالتش حاجه. ده خالد جاي يوقع بس يا طنط ما تسمعيش كلامه. انت هديك معايا انا هروح يا جماعه البيت. انا مش رايحه. انا مروحه البيت على فكره بعد الحلقه دي. كل سنه كل سنه وحضرتك هي طنطي بتقول خالتها. وكل سنه وحضرتك طيبه واخت حضرتك الكبيره طيبه وبخير يا رب يخليكم لبعض. كلهم يا رب هم طيبين. هم طيبين. كلهم يا رب. جايه بقى تفرحي بعدل داليا يا رب. يا رب يا رب اسمع منك يا رب. انا مروحه ان شاء الله يا جماعه. تكون امي بقى السنه الجايه عشان تحس بالامومه. لا على طول كده مش هتفرح. ايوه ايوه يا طنط. بصي انا هقول لك انا هقول لك مامتي كانت زمان كانت بتقولي زي حضرتك كده. كانت بتقولي ما اقولها يا ماما بقى هو انت بقى كل شويه تقولي لي اتاخرتي ومش عارفه عملتي وبتاع. تقول لي مش هتجربي ولا هتحسي الا لما تبي ام. انا أيوة دي معاك يا طنط. معاك ضد داليا. ايوه كلامها صح. ماما خليها تجرب. انا بس قبل ما نقفل معاك يا ام داليا واحنا طبعا بنكلمك كده وست الحبايب بتغني وكل الكلام ده كله، لو قلت لك ادعي دعوه لداليا هتدعي لها تقولي لها ايه؟ قول ربنا يخليها ويوفقها في اللي هي بتعمله ان شاء الله. يحقق لها اللي هي عايزاه دايما يا رب. يا رب. صباح الفل عليك. تكون في حضني كده دايما يا رب. يا رب يا رب يا ان شاء الله يا حبيبي. تحمي طيبه يا حبيبي. طيبه جدا. ميرسي يا حبايبي. ميرسي ميرسي. كل عام وانتم طيبين. وحضرتك طيبه. احلى دعوه. وحضرتك طيبه وبخير. ربنا يستر طريقك. دي دعوه مهمه جدا 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 لان كلنا بنبقى يعني واحلى دعوه للام ربنا في ثانيه. ربنا يخليكي ليا. ربنا يخليكي ليا. وحاجه كان كنت بسمع دعوه حلوه قوي كان بيقولها فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي. كان دايما يدعي الام وابوه انه ربنا ما يجعلهمش في يوم من الايام محتاجين ليه.
فيقوم لما الام او الاب ما يحتاجوش لاقرب الناس ليهم اللي هم اولادهم، ده يبقى حاجه كبيره جدا في الدنيا دي. يعني دي كانت من ضمن الدعوات اللي بقعد احاول اركز فيها واشوف انه ده انه دي بتبقى احلى دعوه، ان انت تدعيها لاهلك انه ربنا ما يحرجهمش لاي حد في الدنيا حتى لو كنت انت، ان هم كده يفضلوا العمر. انت هديه لحماتك ايه يا اسماء؟ انا الحقيقه ما عنديش حما الله يرحمها يعني. اه يعني ما تحطيتيش انت في الموقف ده الخيار ده؟ لا، لان انا لما اتجوزت جوزي كانت والدته متوفيه من زمان. طب هو جاب لمامتك هديه ايه؟ هو بيحب مامتي جدا. جاب لها ايه؟ لا هو الحقيقه انا اللي بقوم بالمهمه دي. بالمهمه دي يعني بيقول لي بتقبضي وبتقبضي فلوس؟ انا بقبض على طول. اه وانت؟ لا انا والله ما بحسبهاش بالفلوس يعني. والله العظيم يعني اقول لك على حاجه، يعني طبعا مش هينفع اقول مين اغلى من مين دلوقتي. ايوه قول انت دلوقتي مثلا بتلعب على حته العشم بينك، تعرف من دي وتبقى مشكله كبيره. ايوه يبقى انت بتجيب الاثنين شبه بعض وتقوم مدي لمامتك حاجه في السر كده. لا انا بعرف ده احتياج ده ايه واحتياج ده ايه، واحاول اجيب له على قد ما اقدر الحاجه اللي هو محتاجها. يعني بنشارك مع بعض ان احنا نجيب الحاجه الكويسه. ايوه يعني انت دلوقتي ما بنبصش اكيد. طب اسال زينب. يا زينب طيب الو. طب زينب التليفون راح. طب تيجي نشوف لما سالنا الناس هديه حماتك اغلى ولا هديه مامتك. نشوف. طب يلا بينا. بتجيبي هديه اغلى لمامتك ولا حماتك؟ لا لمامتي طبعا. امي طبعا الاول. هو في بعد الام؟ حماتي. اشمعنى؟ عشان ابنها هو اللي بيجيب وانا باخد مصروف من ابنها. ممكن الاثنين نفس الهديه يعني عشان ما يبقاش في مشاكل يعني. بصراحه ممكن اجيب لحماتي. اغلى من مامتي. الاثنين غاليين بس هي قريبه مني شويه يعني. هديه مامتك ولا حماتك اللي هتبقى اغلى؟ على حسب جوزي هيجيب لمامتي ولا حماتي اغلى. الاثنين زي بعض. الاثنين زي بعض. تعديلي بينهم. الاثنين زي بعض. طبعا مامتي. الام اللي ربت، الام اللي عملت كل حاجه. حماتك ولا مامتك؟ لا ماما طبعا، ماما احسن طبعا. الام. أكيد للاثنين طبعا. هدية حماتك ولا مامتك اللي بتبقى أغلى؟ لا هدية ماما. أنهي واحدة كانت بتبقى أغلى؟ ماما. الفيرست إن ماي لايف، الأولى في حياتي أمي. حلوة قوي. لا في البنت اللي قالت اما اشوف هيجيب لهم ماي الاول. لا الراجل بيقول لك هي دي اللي قالت اكيد هجيب لحماتي اكتر عشان جوزي اللي بيدفع الفلوس. يا عيني غلبانه يعني انت بتقهرها عشان بتديها الفلوس؟ لا هجيب لها اكتر. امي ايه ده؟ يعني ايه؟ طب افرض انا عايز اجيب لامي هديه كويسه وما بشتغلش وقاعده في البيت عشان اربي العيال. الفلوس هي تتقاس يعني. انا هقول لك انت تنزل تجيب الحاجه تجيب بقول لك ايه؟ اخد زينب هديها هات اختها. طب استنى اخد زينب عشان زينب بالخط يعني الترابيزه دي مثلا ممكن هات اختها زينب 1000 جنيه والورقه دي هي زينب ازاي؟ امي محتاجاها. انا سيبهم يخلصوا الخناقه دي انا معاك. ازيك انت اخبارك ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه ربنا يخليكي. كنت عايزه اقول لماما كل سنه وهي طيبه وليه بألف خير وبألف سلامه. هي مش هنا هي في سينا بس انا كنت عايزه اقول لك كل سنه وانت طيبه. اول عيد امي ما تكونش معايا يا حبيبتي. سينا ترجع بألف سلامه يا رب وتشوفوا بعض بألف. انت ثانويه اصلا؟ لا لسه صغيره عندي 18 سنه. وما انت ايه في الجامعه ولا ايه؟ لسه اولى جامعه. اه حبيبتي يعني كل سنه وانت طيب يا خالد. وانت طيبه يا زينب. هو خالد ام؟ انا بحبك قوي بحب تمثيلك جدا. استني هنا استني تعالي هنا امثل لك حته هنا. هو خالد ام؟ بتعيدي على خالد ليه؟ وانت طيبه بس خالد مش ام. هو عيد الاسره. انا ممكن مستقبليا انا بحبه عيد الاسره. انت سمعت حد وبحبك انت كمان يا داليا حبيبه قلبي ربنا. بس خالد مش ام. على فكره انا اول مره اطلع يعني مداخله تلفزيونيه دي اول مره في حياتي. ربنا يخليك يا حبيبتي طيبه ده شرف لينا. وقبل ما تبقي ام كده ان شاء الله. انا مش مصدقه نفسي ان انا بكلمكم والله. واحنا كمان مش مصدقين. علي التلفزيون وقولي اي حاجه عشان تسمعي نفسك. طب خط قطع. عبد الرحمن. طيب عبد الرحمن صباح الخير. بودي. ايوه السلام عليكم. كل سنه ومامتك طيبه. أنا كل سنة وبدعي ربنا أقول اللهم ارزق أمي الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا رب. يا رب يرحمها لك يا رب يا رب. وبصب على حماتي بقول لك كل سنة طيبة. يا رب طيبة يا رب. وكل سنة طيبين وكل سنة وأمهات مصر كلهم طيبين. ربنا يخليها لك يا رب. شكرا يا عبد الرحمن صباح الفل. صباح النور.
تيجوا نشوف اصحابنا على الفيسبوك اخبارهم ايه؟ نشوف فيسبوك وبعد كده ناخد تليفون. يلا طيب مين؟ لا يعني نشوف عايزك الاول. انت مداخله وهو ولا ناخد ماشي. التليفون الاول لغايه لما انت تفتحي الفيسبوك. طب ما اهو خد طب التليفون. ماشي يا هبه. هبه ازيك؟ اهلا بيكوا صباح الخير. صباح النور. صباح ازيك يا دينا واسماء وعليس. صباح الخير. اخبارك داليا؟ داليا ازيك يا داليا؟ صباح الخير. صباح الفل. الله عليك كلكم زي القمر. ربنا يخليك يا قمر. كل سنه وانت بخير. وانت طيبه يا رب وكلكم طيبين والسنه الجايه ان شاء الله تكوني ام كده وتحسي بعيد الام زينا. يا رب ربنا يخليك يا حبيبتي يا رب. حاسه مشاعر واصله. انا عايزه اقول لك والله ان في حموات كتير جدا برضو كويسين ولما حتى بتيجي تجيب لهم هديه هم بيبقوا زعلانين ورافضين يعني رافضه جدا انك تجيب لها هديه. وتقول لك لا يعني انا مرات ابنه لا انا كفايه عليا ان انتوا كويسين وابني كويس وتبقى زعلانه ان انت وان انتوا البيت اولى والعيال اولى وخلي الفلوس معاكوا وكده يعني. لا والله وهي اللي تدينا يعني هي اللي تدينا ده يعني ما شاء الله احنا حلو. نجيب اللي احنا عايزينه. ما تعرفينا على حماتك كده تديني معاها في حموات كتير كويسين. يا بس انا لما بشتري هديه والله بفكر فيها زي مامتي بالظبط. ما شاء الله ربنا يا رب يخليها لكم يا رب. ربنا يخليكم لبعض يا رب ويديم سعادتكم ومعزتكم وحبكم لبعض. طب احنا ليه ما نعملش الموضوع ده ان الحما تدينا فلوس؟ خد عادل من اسوان. يا عادل ازيك؟ ايه رايك يا عادل؟ ازيك يا خالد؟ صباح الفل يا خالد. صباح النور عليك. صباح الفل يا عادل. استاذه داليا اخباركم؟ صباح الخير. طيب ايه رايك في الفكره ان احنا زي ما احنا لا الفكره حلوه جدا الصراحه هم يدونا وانا متابعها على طول من الصبح من امبارح كنت بشوف برده قلت اشوف النهارده في يوم جديد هتحصل ازاي معاكم وكده. اه طب كويس. طب وانت انت مع راي عادل يعني ان تاخد فلوس؟ انا خالد. مع خالد يا عادل لخبطتني. لا خالد حبيبي طبعا بس هو كل شيء. ايوه خالد بيقول خالد بيقول تاخدوا فلوس. انت مع راي عادل يا خالد؟ اه لخبطت لي حالي. لا بس اقول لك حاجه يا خالد. اه قول لي عادل. انا سمعت عشان الصوت عندي واطي بس شويه لكن انا من اصور اكلمكم فانا بتكلم يعني على اساس النهارده عيد الام. ايوه مع والدتي. هتعمل لها ايه النهارده جديد كده؟ النهارده في يوم جديد اقول لها كل سنه طيب. هتجيب لها هديه ايه؟ هجيب لها هديه ايه؟ مش لازم هديه. مش لازم. مش لا انا مش لازم هديه بس انا فعلا كل يوم الصبح بشوفها ومصممني يعني. الله هو ده يكرمك بيها. هو ده ربنا يخليها لك. هو ده ازاي الفكره في الهديه؟ واقول لمراتي كل سنه طيبه وبنتي ماريا. ربنا يخليها لك. وانتوا كمان كل سنه طيبين وانت طيب. كل ما اسمعناكم جديدين وانت بألف خير يا رب. يا رب. هي الفكره الهديه في ايه؟ انك بتنزلي بتمشي بتعملي مجهود بس تفكري. ساعات بيبقى موضوع الهدايا انا بشوف ان احنا بنبقى محتاجين حاجات كتير في حياتنا على مدار السنه اهم من الهدايا. هي ساعات وكمان بتبقى مكلفه يمكن للناس بس يعني تقعدي بقى تعملي رسمه ايه؟ الرسمه ما الرسمه أيوة ده ماشي الرسمه دي في بس بجد بصوا يعني يا جماعه زي ما في الكويس في الوحش. بنت خالد لسه صغيره لسه هو مش شافش. طيب يا خالد يا رب وكل عيد ام وانت بخير وكل سنه ومرات خالد طيبه لان هي طبعا ام ومامي جديده. ايه بص كده. لا انا مبسوط مش عارف كنت ضحك مراتك ولا ايه ومامتك طبعا احنا ما رضيناش نصحي مامه خالد بدري عشان هي عشان ما تتخضش فكل سنه ومامه خالد طيبه وحماته طيبه وخالد طيب وخالد طيب ومراته كمان طيبه وبخير وبنوته بقى ام المستقبل باذن الله ان شاء الله باذن الله يعني تبقى احلى عروسه وبنوته وجميله. مش متخيلك خالص. مش متخيلك بقى وانت منجزها وبتسلي. طب ناخد محمد. صباح الخير يا محمد. العمر بيعدي. الو صباح النور يا محمد. ازيك؟ صباح الفل. صباح الخير. ازيكم عاملين ايه؟ سنه وانت طيب. وانت صباح سنه. ازيك يا خلود؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه يا عم؟ الحمد لله. انا بص انا كنت وانت في الراديو حاولت اكلمك كتير يا خالد. اديك وصلتني في التلفزيون. في التلفزيون عشان تعرف ان التلفزيون اسلك. انا اول مره اكلمك. بص انا فاضي على التليفون بقالي فتره طويله عشان خاطر اكلمك. الله يخليك الله يخليك. طب قول لي ايه رايك في الفكره بجد ان احنا نخلي الحماوات تحديدا زي ما احنا بنجيب لهم هديه في عيد الام هم يدونا الحموات. اه ما هم ادونا يا خالد يعني هو مين اغلى في حياتنا من مراتاتنا يا خالد؟ خلينا بقى نعيش كويسين يا خالد. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ جميل قوي. انت جميل قوي يا محمد. محمد. طب جبت لمراتك هديه؟ لا مراتي انا هجيب لها هديه ان شاء الله. وبص هو النهارده السنه دي يعني غريب عليا كل سنه كنت بجيب مره واحده هديه لامي. اه السنه دي بقى ثلاثه مراتي وحماتي وامي. طب ربنا يزيد. ربنا يزيد يعني. بص انا لان السنه دي الحمد لله اول سنه تعدى علينا كده معانا ريتاش صغيره كده ربنا يخليها لك. ف
فبقت كتيره بقى كده، بقى ثلاث هدايا في سنه واحده. لا انت لازم كمان تجيب لمراتك هديتين. عشان ريتاج. يعني كان ريتاج هي اللي جابت الهديه. بس في ابهات نصحه دلوقتي على فكرة بيجمعوا هديه كبيره شويه للعيال كلها. انت بتعمل زيها خالد ولا ايه برضه؟ ما نفس الكلمه بتقولها لي. اسمعني بس. هو انت عملت كده يا خالد؟ طبعا. عملت كده؟ طب استنى 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 استنى. عملت ايه؟ عملت ايه يا خالد؟ لا مش هحكي بقى. لا هتحكي. مش هحكي. لا بس لا لا. مش انت بتنصح الراجل دلوقتي؟ ايوه عشان لما البنت تكبر بعد كده. أيوة. كمان سنتين ثلاثة وتبقى هي يعني انت جبت هدية لبنتك اديتها لها تديها لمامتها غير هدية مراتك. هي البنت مش كان عندها سنة فهي هو زي 9 شهور. هو عنده بقى عنده عيد الجواز وعيد الخطوبة وعيد الحب وعيد مش عارفة ايه. لا انا اعود البنت من وهي صغيرة لما تكبر ان هي جابت لمامتها وهي صغيرة ما بتزرع جواها وبتغرس جواها الحب الأمومة بالظبط. فهي هتجيب لمامتها لما تبقى عندها. احنا عمالين نجيب هدايا مفيش حاجة بتجيلنا خالص احنا مش جوايين. مش انتوا رجالة وقوامون واحنا ادفعوا. يلا يا محمد ربنا يبارك لك كده وادعي ربنا ان انت كل سنة تجيب الثلاث هدايا. الله يخليك. بس قبل ما اقفل احب اقول لمراتي كل سنه وهي طيبه النهارده. احب اقول لحماتي كل سنه وهي طيبه، واقول للانسانه الوحيده اللي افضلها عليا من الاول للاخر ان لو عشت طول عمري اخدمها تحت رجليها، امي كل سنه وانت طيبه وربنا يخليك ليا يا امي. يا رب يخليها لك يا رب. واهم حاجه ما ننشغلش عن مامتنا واهالينا بالسؤال، يعني ما نخليش دايما دوامات الحياه دايما الناس تقول لك ايه دوامه الحياه، انا مش فاضي، اصل انا مش عارفه، لا لا هروح لهم الاسبوع الجاي، لا اصل الاسبوع اللي بعده، لا هو ده بقى بيبقى الخطر. اخد منى من اسكندريه. منى يا منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا خلاص. بحب اقول لماما كل سنه وهي طيبه وقبل كل عيد يا رب وربنا يطولنا في عمرنا. يا حبيبتي انت طيبه. انت منين يا مروه؟ منى اسكندريه. اسكندريه حبيبه قلبي. كل سنه ومامتك طيبه. رسمت لها رسمه صغيره كده يا منى. يا رب كل امهات مصر صراحه. يا رب الله. رسمت لها رسمه صغيره كده، جبت لها هديه صغيره، قلت لها كل سنه وانت طيبه. اكيد النهارده الصبح واعيه، يعني صاحيه الساعه 12 بالليل، قلتها لها وجيت ان قلتها لها الصبح يعني. الله ربنا يخليك. واحد الصبح كده ووش مامتي يعني صراحه يبقى احلى صبح. يا سلام. ربنا يا رب. غني لها اغنيه كده يا منى، غني لها اغنيه. الصراحه ما اقدرش اغني. الف لها اغنيه. انتي من اللي حته في اسكندريه؟ لا اغنيه واقول حلام. طب قول تيجي نغني سوا؟ لا انا صوتي وحش مش هقدر. لا هي هتالفها لها بعد الغداء. طيب خلاص الفها لنا وكلمينا ادينا الاغنيه. ماشي. ماشي يا ماما. بتعمل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. تعالي اشربي معانا حاجه. طيب ايه؟ اشربي حاجه. وانت جبت لنا حاجه ولا شفت منك حاجه؟ صباح الفل يا منى. فين يا خالد؟ عايزين نوضب. ده لا جبت لي هديه ولا اي حاجه ولا حاجه. احنا هديتك يا اسماء. طبعا يا حبيبتي احنا هديتك. انا وخالد هديتك طبعا. ما تقوليش كده. مراتي واجيب لك ليه؟ وانا ناقصك. وانا ناقص. لا 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 ماشي يا لول. انا وانت هديتك. بصوا يا جماعه موضوع الهديه ده على فكره ممكن نشوف له حلول كتير قوي. يعني انا بجد ساعات بشوفه ممكن والله يكون مسج على ساعات بشوفه مستفز. سكريبت الحلقه هديتك. سكريبت الحلقه ده برنامج نهار جديد. هديه في حياتي السنه دي. انا بس انا عندي ولادي برضو بيعوضوني يعني. بس طبعا ده اللي اديتني السكريبت فاحتفظ بيه. من السكريبتات النهار. طبعا سكريبت النهار جديد والتليفونات. طيب معانا اغنيه محمد فؤاد. خلينا كده نشوفها ونسمعها. بتقول ايه؟ امي يا نور عيني. يا نور عيني الله يخليك ليا ويزيد خيرك عليا روحي تزيد ارتياح بركة دعاك تحمي روحي وتعلي اسمي وان ضاقت بيا يما بلقى في حضنك براح يا احلى كلمة طعمها حلو في لساني حبك في قلبي مش هيبقى لحد تاني وطريقي سهل حياتي I'm
يعني مش عارفين نقول ايه. طبعا الواحد لما بيقعد يسمع الاغاني دي وبيسمع الكلام ده بيحس ان هو كده يعني ايه عايز ياخد مامته في حضنه ويبوس ايديها. فيعني كل سنه وكل ام طيبه وكل سنه وكل يعني امي طيبه يعني حضن منها وبوسه ايديها كده تخلي الواحد بالدنيا كفايه الدعوه الدنيا كلها كفايه الدعوه يعني بجد هي عمود البيت والرضا. يعني عارفين في ارقام كده عندنا هنا بتثبت ان احنا مسرفين جدا بس في نفس الوقت هي إيجابية. إيه يعني يوم عيد الأم إحنا بنصرف أرقام مش طبيعية في الهدايا عشان بيبقى فيها مبالغة ساعات ممكن وده يمكن جزء منه إسراف بس بس تعالي شوفي عيد الأم مثلا في أمريكا. عيد الأم في أمريكا هي مناسبة عبارة عن ورد ومقالب وبيعملوا مقالب في أمهاتهم وبتاع مقالب بس هي ما تحسبوهاش شر قد ما بتحسبوها. يعني يوم ما هتجيب هدية لمامتك مرة في السنة مثلا ومرة تانية عيد ميلادها هتستخسر؟ ما أنت بتروح تجيب لنفسك لبس ولا بتجيب لنفسك موبايل ولا ما بتستخسرش في نفسك. طبعا طبعا. هتستخسر صفاء. في والدتك يا صفاء صفية هلبسك حزمة بلبس صفية زي حضرتك حاجة صفية ازاي؟ الحمد لله زي حضرتك الحمد لله زي حضرتك أنت طيبة كل سنة وأنت بخير. بصي حضرتك انا ازيك يا استاذ خالد؟ اتفضلي ازيك يا استاذ خالد؟ صباح الخير. انا قاعده من الفجر مامتي متوفيه وقاعده من الفجر انا عليكم تدعوا لها يا رب يكرمها. انا من الفجر قاعده بدايلها ومش قادره من كتر العياط. لا ما تعيطيش كفايه دعوتك ليها وصلاتك يعني ما تعيطيش. ربنا يفكرك بيها كده دايما تعيشي وتفتكري ربنا يرحمها يا رب. قادر كريم يا رب يا ربنا يخليها يعني وبصوا هو ده اللي احنا كنا بنقوله زي ما كنا بنقوله في اول الحلقه وبنقوله للحاجه صفيه. يعني احنا مثلا ان الام ما تبقاش موجوده طبعا ده خساره كبيره جدا في حياتنا بس دعواتها موجوده لك. وممكن في اليوم ده احنا بقى يعني نجتهد بان احنا يعني كل يصلي صلاته اقروا قران روحوا الكنيسه ولعوا شموع طلعوا اعملوا حاجه خير باسمها. يعني بيبقى في حاجات كتير قوي ممكن نعملها. يعني بصي يا اخي يعني اماني مثلا حمدي بتقول انا امي متوفيه بيقول رب ومع ذلك بتقول بس ربنا ما يحرمني من امي وحبيبتي وروحي خالتي اللي هي ربتني ونفسي الدنيا كلها تقول لها كل سنه وانت طيبه يا اجمل ام في الدنيا. يعني هي برضو عندها انسانه ثانيه في حياتها اللي هي خالتها هي بقت زي امها. رندا بتقول كل سنه وامي طيبه طبعا بتعيد على امها وبتدعي لها طبعا بالصحه والسعاده. عبد وافي بيقول انه ما يتصورش حياته من غير امه بيعيد عليها. مايا هاني برده بتعيد على مامتها. اميره عاشور بتعيد على مامتها. محمد شريف بيعيد ايه بيقول ايه يا امي لا 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 حد بيطلب من مامته تدور له على العروسه عشان هو زهق من العزوبيه في يوم عيد الام نجيب له عروسه. طب نروح نسمع ست الحبايب يا حبيبه هنسمع يا حبيبه هشام عباس يا اغلى من روحي ودمي. هي صوتها حلو يا خالد ما ست الحبايب احنا نسمع ست الحبايب ولا نسمع هشام عباس؟ لا ست الحبايب او هشام عباس كلها الام. مين اللي قال طيب؟ نسال مخرج ست الحبايب يا جلدي اهي ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي يا حنينه وكل اتباع يا ربي خليك يا امي يا ربي خليكي يا امي يا ست الحبايب يا حبيبه وحبيبة الله يبعد عنك ولد الحرام يا سيدي. زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ديالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بداري. انا وتسهري وتفاتت فسطري وتسحي من وتيجي تشقري يا ربي خليكي يا امي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. عايزه برضو اقول بقى كمان في السينما المصريه زي ما كان بيبقى فيه كده الام الطيبه بقى في امنا الغوله. امنا الغوله فاكر امنا الغوله بتاع فيلم العفاريت؟ طبعا انتشروا فاكر بس دي ما
كانتش امي يا دالي. لا يعني كانت دايما مرتبطه ام رمزيه. ام رمزيه للشعر. عارفين ان الاغنيه دي اصلا كان اللي غناها مين تاني؟ غناها مع كان الموسيقار محمد عبد الوهاب. وغنى الاغنيه دي طبعا بصوته بعد الحاح كبير جدا. بس ما زالت طبعا طبعا ده يعني موسيقار الاجيال، لكن ما زالت بصوت فايزه احمد هي الاكثر بقى تداولا، ورنا في ودنا في مع كل عيد مشاعرها كده عشان يمكن سيرفس. اصل احنا عندنا اغاني مناسبات، يعني احنا عيد الام ست الحبايب. العيد اهلا اهلا بالعيد مرحبا طبعا فرقان جميل صفاء بصراحه يعني خلاص احنا عندنا كل لا وليله العيد يا ليله العيد انستينا وعيد ميلاد خالد ايه؟ يوم عيد وعيد ميلاد خالد ايه؟ ايه بيعملوا ايه؟ يعملوا ايه في حاجه مخصوص يوم عيد ميلاد خالد؟ العبوا يا زهر الله والله ولعبت ايه ده؟ عيد ميلاد خالد بيقولوا كده يوم عيد ميلادك؟ والله دي اغنيه مخصوصة عشانك؟ ايوه دي معموله عشاني والله العظيم. دي مناسبة شكلك بتشتغليني انت واتعلمتي منه انت وهو وبقيت ولا هروح يعني دي من طيب اول هدية فاكر جبت لمامتك ايه وانت صغير؟ انا فاكر كنت ساعتها في ابتدائي وبدأت ان انا اشوف برضو برامج التلفزيون والناس بتتكلم ان انا لازم اجيب هدية، فجبت برواز صغير. نزلت جبت برواز صغير كده المفروض ان هي بتحط فيه صورتها. فالبرواز الست اللي اشتريت منها ضحكت عليا بتاعت المكتبه. ضحكت عليك؟ ادتني برواز مكسور على اساس ان انا جايبه هديه بقى، كان ب 12 جنيه، و 12 جنيه ده كان من فتره يعني برضو كان رقم يعني. فماما بقى بعد ما ادت لها البرواز راحت نزلت اتخانقت مع الست. والله يا جدع عشان الواد صغير استفاد ايه؟ طب انتوا كمان ممكن تقولوا لنا لو فاكرين اول هديه جبتوها لمامتكم ايه وانتوا صغيرين؟ انا فاكره بس بعد ما نسمع ابو الفيلم الطويل هقول لكم. لا انا فاكره كويس، مش ممكن انسى لان انا كان ليا موقف زي خالد كده. صباح الفل يا اسماء، صباح الفل يا داليا، صباح الفل يا خالد يا عليش. شغلني قوي فكرة الراحة. طبيعي ان كل انسان يوصل لمرحلة محتاج فيها انه يريح اعصابه ويبعد عن الضغوط والمشاكل والهموم ويبقى برنس كده في نفسه ومالي مركزه. بس السؤال اللي بيشغل الناس وبيشغلني انا اولهم، يعني امتى البني ادم بيرتاح؟ وانت صغير تلاقي وراك مدارس ومذاكرة ودروس خصوصية ومجموعات وامتحانات، ويا جدعان عايز استريح نفسي خلص، تلاقي أول كلمة بتتقالك خلص امتحاناتك وهترتاح. تخلص الامتحانات وتلاقي حاجات تانية طلعت لك من تحت الأرض وتستعد للسنة الجديدة وتذاكر ويطلع عينك، وتسأل نفسك برضو امتى هتستريح. سنة بتجر سنة لحد ما تخبط في الثانوية العامة وتلاقي الرد خلص دراستك وتخرج وهتستريح. تتخرج وتبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة الشغل، وإنك تدور على شغل، وأول ما بتلاقي الشغل برضو ما بتستريحش. ليه؟ لأنك بتبقى عايز تثبت نفسك. طب يا جدعان بالنسبة لموضوع إني لما أتخرج هستريح، وإني لما هشتغل هستريح، وإني لما هعمل كل حاجة في حياتي هستريح، ده برضو ما بيحصلش، لأنك بتخبط في حاجة تانية خالص، هي إنك لازم تكون نفسك عشان تتجوز. طب أديني اتخرجت واشتغلت، لسه بقى هكون نفسي عشان أتجوز، يعني برضو مش هستريح. المهم تدخل على الجواز، تدخل بقى في سكة التشطيب والفرح والتفاصيل وشهر العسل والفستان، وأهم حاجة الفستان، عايزاه جديد مش عايزاه إيجار. تدخل بقى في هست الإيجار والجديد والتفصيل والتفاصيل وكل الكلام ده، كل ده والميك اب، الميك اب بتاع العروسة أهم تفصيلة في الفرح، بتفضل تدور عليه وبرضه ما بتستريحش. بعد مرحلة الميك اب وعدم الراحة بتدخل في المرحلة اللي بعد كده، هي مرحلة الخلفة اللي انت برضو ما بتستريحش، لانك هترجع تاني تعمل اللي انت عملته لنفسك هتعمله لابنك، برضو هترجع تذاكر له وتعلمه ودروس خصوصية، وهتقول له نفس الكلام اللي اهالينا ضحكوا علينا بيه، اللي هو ايه؟ بكرة هتتخرج وتستريح، وانت عارف الحقيقة انه لما هيتخرج ولا هيشوف راحة ولا هيستريح، وهيفضل يدور حوالين الفستان والميك اب والشغل والتشطيب. صباح الفل. صباح النور. الله رايح سن الجسمي، محدش مرتاح. بس هو معقد الدنيا قوي. لا هي طبعا طبعا المفروض تاخديها ببساطه، لان هي كده كده هو التراك بتاع الحياه بالظبط، لازم تمشي عليه، هو التراك مكمل، بس قلتي بعد كده في خلفه وتقولي وايه المشكله ان العقيه يا ابو العريف ده اكيد ده تلاقيه كان خايف على فلوس شال بخل. ايه يعني اما العروسه بتدور على ميك اب وهي يعني ما تبقى عايزه تشتري فستان فرح؟ مش حاجات غريبه. صح يا بنتي والله العظيم تلاقيه بيوفر. لا بص الميك اب والفرح ده حلقه. طب ماشي، بس انا عايزه اقول لك على حاجه.
يعني ده بيبقى الميك اب دلوقتي بقى 15000 جنيه في الميك اب و30000 جنيه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الاسعار اللي انت بتقولها دي؟ ايه ده ايه ده عشان ما فيش ميك اب بقالك كتير. لا ده اي كلام. ميك اب العروسه ميك اب العروسه. لا طبعا لا طبعا ما فيش الكلام ده. صلاح ايوه الو ايوه والله كل سنه ومامتك طيبه يا صلاح. لا الله يرحمها الله يرحمها ونزعلها برده كل سنه وهي طيبه. الله يرحمها الله يرحمها. كنت الله يرحمها. استاذنك بس ارد على ابو العريف اللي كان بيتكلم. رد. هو النبي عليه السلام قال جمله بسيطه قوي: من جاءكم من ترضون ديني فزوجوه. الكلمه دي فيها كلام كتير قوي صح وفيها حاجات كتير قوي ممكن نقولها. اسمحوا لي بس ان انا اقول لخالد، يعني انا اول مره اشوفك في موضوع الربع مشكل ده. كنت جميل قوي، وريتنا صوره تانية لليهودي الظريف، فانا كنت معجب بيك قوي يا خالد بجد. وبعدين يعني بقيت مستنيها وكنت بشوفها مره وفي الاعاده كمان. الحمد لله. فبرافو عليك، يعني كنت بضحك قوي لما كنت بشوفك. شفته بالضفيرتين. بالنسبه لاسماء بقول لها طبعا كل سنه وحضرتك طيبه. انت طيب ربنا يخليك. انا عندي 56 سنه على فكره. ما شاء الله. مش باين على صوتك خالص. الله الله. هو ولا شكلي كمان والله يعني. صوتك بتاع 23 سنه مثلا. لا 56. ما شاء الله ما شاء الله. فبراير اللي فات ده كان 56 سنه. وكل سنه طيبه يا اسماء. وانت طيب ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. وداليا طبعا انت طاقه الفرح والامل على كل الفضائيات المصريه صراحه. ربنا يخليك. يعني فعلا الواحد لما بيشوف الشاشه الصبح يعني ده بيبقى يوم كويس يعني. ربنا يكرمك يا رب. الحمد لله. هو كان في طبعا انا عايز اقدم هديه لوالدي ووالدتي، كان عباره عن ابيات انا نصها كتبتها وهم احياء والنص الثاني بعد ما توفوا، كملتها بعد ما توفوا. فلو عندكم وقت دقيقة واحدة هقولها. اتفضل يعني في إجاز كده اتفضل. فكنت كل يوم ثلاث كنت أنا المفروض بروح لهم، كنا مقسمين الأيام على نفسنا أنا وإخواتي، فكان يوم الثلاث ده كان من نصيبي يعني. فبقول كل يوم ثلاث بنروح عند الأحبة ونبات، ومنعرفش في اليوم ده كام من الوقت فات، وعندهم في اليوم ده نغرف من الحنان والأهات. تعرفوا بعمل إيه يوم الثلاث؟ بقفل كل الفضائيات والنت والتليفونات واقعد معاهم اسمع اجمل الذكريات. احلى ايام الاسبوع الثلاث، ويا ريتك يا سنه تبقى كلك ثلاث، ونرجع لبيتنا تاني ونعيش على ذكريات يوم الثلاث. ويا ريتك انت وهي، ويا ريتك انت وهي تعملوا وتقولوا زي، بس اختاروا لكم يوم غير يوم الثلاث. ولو مش مصدقيني قولوا لي الاسبوع فيه كام يوم ثلاث. وفي يوم السبت 17 ابريل اللي فات 2010 من الميلاد كان لمحمود ابن فاطمه يوم الممات. في ابريل شهر الربيع اللي بتحيا فيه كل اوراق الزهور والنباتات يموت فيها يوم الثلاث. الله عليك الله عليك. غير الشهر طبعه 100 من الخريف قناعات وسقطت فيه وبعده كل اوراق الثلاث. جريت على النتيجه دور في الباقي منها على يوم من ايام الثلاث. حلو. ما لقيتش، قلت يمكن غلطه. معلش ما احنا برضو يا مالينا زلات. سالت المطابع قالوا لي انت بالذات مالكش عندنا في اللي جاي كله من عمرك ورقه باسم يوم الثلاث. تعيش وتفتكر. الله عليك يا صلاح. انت عارف يا صلاح هي طبعا حلوه حلوه وطويله شويه، بس احلى حاجه فيها احساسك. تعيش وتفتكر، وكل يوم ثلاث لسه موجود في النتيجه تقدر تترحم عليهم وتفتكرهم. احنا لازم نهدي الاغنيه دي لحماده هلالي يغنيها وتدال هتبقى لايقه عليه يوم الثلاث. والله تصدق. ونغرف من الحنان، ويعني هتبقى فيها جو حلو. تعالى نشوف مصر هيحصل فيها ايه النهارده. اشوف مصر. طب اعمل لنا حاجه نشربها. يلا بينا. او وصلنا. انا لا هروح اجيب نباتات بتاعت يوم الثلاث. طب روح هات المجات. يلا يلا نشوفها مصر باذن الله. باذن الله النهارده هيحصل فيها ايه. معانا اول خبر النهارده هيشهد محافظ القاهره الدكتور جلال مصطفى السعيد احتفاليه محافظه القاهره بالتعاون مع المجلس الاعلى للثقافه بعيد الام، ويتضمن الحفل عرضا فنيا للاطفال متحدي الاعاقه وتوزيع شهادات التكريم على الامهات المثاليات، وده هيكون بحديقه قصر ثقافه الطفل بحي السيده زينب. هتنظم جمعية الطريق إلى الهدف لذوي الاحتياجات الخاصة اليوم حفل تكريم الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم، تقديرا لدور الأمهات في تربية الأجيال وبناء المجتمع، وده بنادي الوفاء والأمل بالهرم.
هتحتفل بقى وزارة الآثار النهاردة بعيد الأم من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة يعني بعدد من المتاحف المصرية المختلفة، وده هيكون تحت رعاية وزير الآثار الدكتور ممدوح الضماطي. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيقيم النهاردة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم بتكريم السيدة القدوة بمشاركة قيادات حزبية وسياسية ولفيف من رجال الفرسان بمقر الحزب بالتحرير. هتعقد بقى جامعة الأزهر النهاردة بمقر الجامعة مؤتمرا صحفيا بحضور رئيس الجامعة الدكتور إبراهيم الهدهد ورئيس هيئة التعليم الكبار الدكتور أسامة فراج، وهيتم ده من خلال المؤتمر الإعلان عما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في إطار البروتوكول الموقع بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التعليم الكبار، خاصة في ملف محو الأمية على مستوى محافظات الجمهورية. هتبدأ وزارة الداخلية بقبول طلبات حج القرعة اعتبارا من يوم النهاردة حتى 4 أبريل المقبل. كده خلاص يحدث في مصر. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة بما أن يحدث في مصر النهاردة. علشان خالد فين يا خالد؟ عايزين فين إيه؟ فين أي حاجة؟ لا النهارده عيد الام اجازه. على فكره كل مره بتسيبني انا وداليا مع يعني مقوله ان المراه نصف المجتمع ولا المراه مجتمع كله؟ كله طبعا. هي المراه نصف المجتمع نصف لو المجتمع. زوجه، لكن لما بتبقى ام بتبقى هي المجتمع كله، هي كل حاجه. ماشي. لان لا. المراه اذا اعددت شعبا اذا اعددت شعبا اذا الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. بالظبط. فهي دي الام. لو انت انا ما شفتش الناس قالوا لنا فاكرين اول هديه جابوها ايه؟ لا انت اللي ما قلتلناش. انا قلت انتوا داليا مش فاكره، انت قلتي انا فاكره. فاكر زمان كان في حاجه زي الباخ كده لبني كده، عارف زي بيبقى صندوق كان بيحطوا فيه ورد زمان وحاجات كده، اللي هو لما بيتفتح فيه عروسه بتقعد تلف. لا بتاع كان بيبقى المهم يعني رحت جبت علبه من دول بقى وقعدت احوش بقى مصروف مش عارف ايه. علبه مكياج كان جواها؟ لا كان جواها زي برفان كده ومنديل وورده. ايوه عارفها. كانت كلها بخمسة جنيه. ما اقولكوش لما اتفتحت. طيب ما علينا، اكيد هم عارفين المنديل كان مضروب، البرفيوم ميه ريحته جت ثابت عليا مامتي بقى، وماما خمس يعني بتسلم عليا كده وبتحطني وبصي، وانا عماله طبعا اشم في ريحه البرفيوم وانا بقول دي جميله يا ماما، وهي طبعا طلعت حاجه مقلب على الاخر خالص يعني. دي كانت حلوه والله، يعني حلوه الذكريات دي جدا جدا جدا. حاول ان انت تعملها وزي ما قلنا صوره، لان في ناس كتيره امكانياتهم الماديه ما تسمحش. الموضوع مش امكانيات ماديه خالص. لا هو صوره ورده كلمه حلوه زياره 2 كيلو برتقال. والله العظيم ادخل لو ما بتروحش لمامتك مكسوف تروح لها عشان معكش فلوس تجيب لها هديه 2 كيلو برتقال ولا طبق فراوله ولا بطيخه ولا اي حاجه فرخه، وخد عيالك وروح اتغدوا معاها او موز. لا والله او بجد لو تقدر فرخه خد عيالك واتغدوا معاها واعملوا غدوه حلوه، حله محشي وطبق ملوخيه وفرخه معاها وهيبقى زي الفل. جودي بقى. ايه يلا جودي الطقس. يلا يا داليا قولي لنا طب الجو عشان الناس اللي النهارده تشتري هدايا عيد الام بس تبقى مخليه بالها. النهارده هيكون الجو معتدل بالنهار شديد البروده بالليل، خاصه على شمال الصعيد ووسط سيناء. الشبوره المائيه هتقلل الرؤيه الصبح على مدن القناه والوجه البحري والقاهره، كمان السحب المنخفضه والمتوسطه هتظهر على شمال البلاد. الرياح هتكون شماليه غربيه تنشط جنوبا، لكن درجات الحراره هتكون معانا دلوقتي 23-10 القاهرة، اسكندرية 31-12، اسماعيلية 24-11، بورسعيد 19-15، سويس 23-13. ايه؟ الغردقة 24-19، شرم الشيخ 22-18، ومرسى مطروح 29-18، الأقصر 26-12، أسوان 27-14، الرياض 31-20، دبي 28-22، عمان 28-22، بيروت 17-13، تونس 22-13، واشنطن 6-1، موسكو -4 -12، لندن 11-3، باريس 11-3، روما 19-9. كده الجو لطيف مش وحش. يعني انا شايف الناس بقى اللي عايزه تنزل تبتدي ايه تنزل وما تحجكش ومحدش يوم الاثنين بقى ونص الاسبوع وتتصرف، ما يبقى عندكم مشوار بتحبوا تتصرفوا بتتصرفوا. بصيش طيب. كده على فكره لا نروح خالص والله انا هتصرف. هتتصرف عندك ايه النهارده؟ شكلك مش لا فاضي. لا والله لا هتروح لمامتك يعني النهارده ان شاء الله وحماتك ان شاء الله. هتروح لمين الاول؟ هروح لحماتي الاول عشان هي الاقرب.
لكن مش عشان يعني عشان مراتك هتزعل لو مراتك بقى اتفقنا بقى ان هي مفيش حساسيات في الحته دي خالص. مفيش اي مشكله. انا كان عندي اتنين صحابي بيعملوا حاجه جميله قوي، حتى كانوا يعملوها اول يوم رمضان، يجيبوه في مكان محايده. لا بالعكس، لا بس انا كنت بشوف انها بتفصل مشاكل. لا يعني اول يوم رمضان هو يقول لها ايه تعالي افطري معايا عند مامي، هو تقول له لا تعالى افطر معايا عند مامتي، لا طب ما انا عايزه اروح. لا بعد صراع بعد سنتين كده من الجواز عملوا حل مثالي، كل واحد يروح لاهله اول يوم رمضان. يجي يوم عيد الام كل واحد يروح لامه يوم عيد الام، وتاني يوم يبقى يروح لحماته. طب وليه؟ طلعيني الموجز. طب نطلع الموجز بس. طيب نروح بقى للموجز والعلاقه ارتس كل ساعه، ونرحب بزميلتنا ايه. صباح الخير يا ايه. صباح الخير يا داليا، وصباح الخير على أسماء وخالد، وصباح الخير على السادة المشاهدين، وأهلا بكم في موجز التاسعة صباحا وفيه. حيث كشفت مصادر حكومية أنه من المنتظر أن يعرض رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم التعديلات الوزارية على الرئيس السيسي. وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء التقى حتى مساء أمس عددا من المرشحين للحقائب الوزارية، مشيرة أن حلف اليمين من المنتظر أن يكون غدا الثلاثاء. أكد الرئيس السيسي ضرورة إنجاز المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة خلال عامين مع تطبيق المواصفات العالمية في التنفيذ. جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الإسكان الذي أوضح أن تنفيذ المشروع سيبدأ الشهر المقبل، ليضم 12 وزارة وحي سكني يضم أكثر من 25 ألف وحدة. وصف وزير الخارجية سامح شكري مشاورته مع وزير الموارد المائية السودانية بالإيجابية، وأوضح شكري أن المباحثات ناقشت تطورات مشروع سد النهضة الإثيوبي والتحضير لمراسم التوقيع على عقد المكتبين الاستشاريين المعنيين بإقامة الدراسات الفنية للسد. أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أن الإرهابيين الذين نفذوا هجوم كمين الصفا بالعريش سينالون عقابا يستحقونه. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الداخلية بمساعديه لبحث سبل تعزيز الإجراءات الأمنية بشمال سيناء. كما اعتمد وزير الداخلية حركة ترقيات وتنقلات محدودة لبلوغ بعض القيادات العمر القانوني للتقاعد. تستقبل أقسام الشرطة ومديريات الأمن اليوم ولمدة أسبوعين طلبات المواطنين الراغبين في السفر لأداء مناسك الحج ضمن قرعة الداخلية، ويشترط لقبول الطلب مرور 5 سنوات هجرية على آخر أداء لفريضة الحج ابتداء من عام 2010، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد والديه أو الزوج المرافق لزوجته التي لم يسبق لها الحج. وإلى الشأن السوري، حيث تستأنف اليوم مفاوضات جنيف بين الحكومة والمعارضة. كانت المعارضة رفضت أمس تأجيل الجولة مؤكدة الالتزام بالتوقيتات التي وضعها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا. وكان وفد الحكومة السورية طلب تأجيل الجولة لتكون بعد الانتخابات البرلمانية السورية المقررة في 13 أبريل المقبل. تأجيل الانتخابات مدة أسبوعين. الجولة. جولة. سيطرت المقاومة الشعبية مدعومة بقوات من الجيش الوطني على مدينة حريب جنوب شرق محافظة مأرب اليمنية بعد مواجهات مع الحوثيين أسفرت عن سقوط 13 قتيلا من الميليشيات وأسر 7 آخرين. واستولت المقاومة على أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية خلفها المتمردون أثناء فرارهم من المدينة. نفذ طيران العراق والتحالف الدولي 61 طلعة جوية على مواقع تنظيم داعش في الموصل وسنجار وصلاح الدين والأنبار، مما أسفر عن مقتل العشرات من الإرهابيين وتدبير أسلحة وآليات للتنظيم خلال 24 ساعة الماضية.
تواصل قوات مشتركة من الجيش والشرطة التونسية عملياتها الأمنية بمدينة بن قردان جنوب شرقي البلاد، وخلال عملية أمس دار تبادل لإطلاق النار مع مسلحين متحصنين بأحد المنازل. وذكر بيان للداخلية التونسية أن العملية تجرى في منطقة الصياح، وأسفرت عن إصابة 5 عسكريين ومدني. وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى كوبا في أول زيارة للرئيس الأمريكي منذ 88 عاما، وتستغرق الزيارة 3 أيام تعقد من خلالها قمة أمريكية كوبية بين الرئيس أوباما ونظيره الكوبي راؤول كاسترو، يبحثان من خلالها سبل دعم العلاقات التجارية والشعبية. وأخيرا، مع حالة الطقس حيث يسود البلاد اليوم طقس ربيعي معتدل نهارا بارد ليلا، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن ترتفع درجات الحرارة غدا على جميع الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة في القاهرة 23 والصغرى 15. انتهى الموجز الإخباري، ولكن فقرات نهار جديد مستمرة معكم، فابقوا معنا. صباح الخير، صباح على كل أم، كل سنة وانتي طيبة يا أحلى أم في الدنيا، الأم المصرية والأم العربية. النهاردة مكملين معاكم فقرات عيد الأم، معانا بقى أم بطلة. الأم دي ست جسدت المعنى الحقيقي للأمومة. الأم اسمها أمل، وهي أدت أمل لبنتها، ربنا رزقها بطفلة بيبي ملاك من ذوي الاحتياجات الخاصة. أي أم لما بترزق بذوي الاحتياجات الخاصة بتبتدي تحس إن حياتها اتقلبت، أو إن هي خلاص كده، إن البنت ممكن أعمل معاها إيه، أو الولد أعلمه أخبيه في البيت أظهره للمجتمع أدمجه. بتبقى في أسئلة ملخبطة الأمهات اللي هما بيرزقهم ربنا بملائكة ذوي الاحتياجات الخاصة. لكن الأم دي تعاملت مع بنتها بشكل مختلف تماما، إدت لها أمل للحياة، ادت لها روح تانية جديدة انها تبتدي انها تندمج في المجتمع، وخلتها بطلة العالم وبطلة العرب في السباحة. بنرحب النهاردة معانا بالأم المصرية أمل وبنتها
رحمة، صباح الخير عليكم. صباح الخير عليك. صباح النور. صباح النور يا أحلى أم. يا أحلى أمل. يعني أنت أمل وديتي أمل. الحمد لله. ميرسي خالص. قولي لي، أنا هبتدي معاكي الأول، عايزة أبتدي مع رحمة. صدقي رحمة، قلتي مامي النهاردة كل سنة طيبة؟ طبعا. قلت لها إيه أول ما صحيتي من النوم؟ كل سنة وأنت طيبة يا أحلى أم في الدنيا. ليه أحلى أم في الدنيا؟ لأن هي الصراحة ساعدتني من وأنا صغيرة. هي اللي خلتني أبقى بطلة، وهي وهي اللي خلتني يعني ابقى حاجه دور دافع في المجتمع. طب قولي لي بقى، اتعاملتي معاها ازاي؟ والله رحمه اول ما اتولدت انا كنت في المجال، فكان عندي فكره عن الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني خدنا لنا فتره اسبوع كده مخضوضين ومش عارفين نعمل ايه، وبعدين ابتدينا قلنا ليها حق في الحياه زيها زي اي طفل تاني. هنعمل معاها زي ما عملنا مع اولادي التانيين. بس يعني ايه، نركز شويه. ابتدينا نعمل تدخل مبكر، ابتديت اخرج بيها وادخلها حضانه وادخلها مدرسه ونروح النادي نلعب زي اي حد في الدنيا. ما تعملتيش معاها زي اي ام كده تقول لك هخبيها واوديها. لا 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 خلاص، ما عملتيش. ما اتكسفتيش؟ ما في امهات، هو طبعا من 18 سنه كان في ناس بتخبي كتير. واحنا النهارده بنقول بقى، يعني في كتير بنظهر ولادنا، وفي كتير بنقول لهم دي نعمه من عند ربنا وهيبقى حاجه جميله جدا. السعاده في البيت هتبقى موجوده. ما تقلقوش، لربنا كرمكم بالطفل الجميل ده. وهم انا دايما ضد كلمه ذوي الاعاقه. بالظبط. لان الاعاقه مش اعاقه جسديه. الاعاقه اعاقه ان هو ما يفيدش بلده. أيوة. ان هو يهدم بلده، هي دي الاعاقه الحقيقيه. لكن هي شرفت مصر وجابت ميداليات، احنا عايزين نشوف اهو على الشاشه. شايفين كميه الميداليات اللي جايباها رحمه والجوائز. يعني هي زي ما انت قلتي، تركيز زياده عن زياده وتقبل وحب. الحب بيصنع المستحيل. الحب بيغير كل حاجه في الدنيا. فلما تقبلنا الموضوع بحب ورضا، ربنا فعلا يعني كرمنا فيها، وهي جميله، حاجه جميله الحمد لله. طب قولي لي بقى، بداتي معاها كده، انت عندك يعني خبره في قصه التخاطب مع أيوه مع بالزبط. الاطفال. تعاملتي معاها ازاي؟ برضو كل ام عندها حته انها ممكن تكون بتتكسف او متضايقه، مش عايزه الناس تكون مش عارفه تعمل ايه. يعني إيه بداتي معاها كده خطوه بخطوه ازاي؟ ابتديت الاول عملنا زي كشف طبي كده نشوفها صحيا عامله ايه. والحمد لله اي مشكله طبيه تخطيناها. بعد كده ابتدينا نعمل تدخل مبكر، والتدخل المبكر ده اهم حاجه في الدنيا. اللي هو تنميه المهارات والعلاج الطبيعي والتخاطب. ده من سن صغير، بالذات في حاله زي حاله متلازمه داون. انا حابه اقول ان النهارده برضو بنقول لكل طفل داون كل سنه وهو طيب، لان النهارده اليوم العالمي لمتلازمه داون. النهارده يتوافق مع 21 مارس. لان هو بيبقى الحاله دي بنتيجه انقسام الكروموزوم ال 21 بدل ما هو 2 3. فاحنا النهارده 21 3، فده اليوم العالمي بتاعهم. بنقول لهم كل سنه وهم طيبين ومنورين حياتنا وعاملين حاجات جميله وانجازات جميله. المهم بنعمل التدخل المبكر ده اننا نحسن كل مهاراتهم، وفي نفس الوقت على المستوى الشخصي والاجتماعي نخرج نتعامل دمج في المجتمع الأهل. بشكل عام مفيش حاجه المطلوب. اسمها نخبي هنتكسف ليه؟ ده ملاك ربنا رزقنا برحمه. قولي لي بقى، انت اشمعنى اخترتي السباحه؟ لا السباحه عشان انا بحبها من وانا صغيره. يعني من وانا عندي تقريبا 7 سنين. كنت انا مسافر انا واهلي، فكنا بنسافر شرم الشيخ بنصيف كده، فكنت بنزل البحر عادي زي اي طفل بينزل. فبابا يعني ساعات بنزل مع بابا وساعات بنزل مع اخواتي. فبره كنت انا بنزل لوحدي. بابا كان خايف عليا، فهو لابس المايو اوريدي، يعني بيقلق بينزل يلحقني. فماما هي اللي كانت في السباحه. يعني عرفت ان انا حابه السباحه. فخلتني بجد اتعلم من وانا عندي 8 سنين. طب وبقيتي بطله، دخلتي بقى مسابقات دخلت مسابقات. ودخلت برضو ومثلت مصر بقى، مثلت مصر في بلاد بره. فين بقى؟ قولي لي بقى، رحتي فين سافرت سوريا. كانت اول بطوله، كانت اول بطوله في السباحه، اخدت فيها 4 ميداليات. والله. طيب قولي لي بقى، انت في سنه كام؟ انا دلوقتي عندي 19 سنه. في سنه كام؟ ثانويه عامه ولا ايه؟ لا مش ثانويه عامه، انا في تانية معهد. تانية؟ يعني خلصت المدرسة. تانية معهد سياحة وفنادق.
طب قولي لي بقى ماما بتعمل معاكي ايه في المذاكره؟ بتذاكر معاكي ازاي؟ بتلعب معاكي اخواتك؟ لا عادي يعني انا بدل انا حابه برضو المذاكره بس ماما بتقعد تذاكر لك وتسمع لك وكده؟ اه كل حاجه كل حاجه كل حاجه يعني يومك ازاي يعني يومي بصحى الصبح بصحى الصبح الساعه 5 عشان ابقى في الميه الساعه 7 بخلص من السباحه بروح المعهد بخلص المعهد باجي على البيت لو في جيم بنزل وماما بقى ماما بتبقى فين؟ ماما كل ده بتبقى معايا ده حاجه حلوه قوي طبعا يعني ده يعني ماما اكيد مش مع اخواتك زي ما هي معاك يعني انت اخواتك حاسدينك لا 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 خالص يعني اخواتي هم صغيرين كانت ماما كانت معاهم شويه ومعانا انا شويه يعني ما فيش فرق ما بيني يعني ما بين اخواتي وانا عمرك زعلتي ماما؟ لا خالص عمرك اتخانقتي معاها؟ لا خالص لا خالص بصي بتبص لك اهي بصي لا 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 انا عمري ما اتخانقت معاها ابدا خالص لان هي يعني مامتي واكتر من اختي كمان يا حبيبتي طب هي تعاملاتها في البيت بقى بتتعاملوا ازاي؟ هي بطله النهارده بقى ومشرفه مصر اخواتها بقى والله طبعا هم اخواتها فخورين بيها جدا وهي طبعا مبسوطه ان هي بطله وانجزت حاجات كتير هي في البيت حنينه جدا ويعني دايما تفتكر كل المناسبات هي الضحكه والابتسامه بصي هي قاعده حتى لما حدش بيتكلم معاها ضحكتها على وشها جميل بجد هي فعلا حنينه جدا ولو انا زعلانه مثلا من غير ما اتكلم تيجي تقولي في حاجه لا مفيش حاجه تقولي لا في شكلك زعلان يعني هي احساسها عالي قوي طب هي بقى لما دمجتيها في المجتمع المجتمع تعامل معاها زي احنا برضو في كده ثقافه عندنا من بعض الناس يعني اللي هو ممكن غصب عنه او من غير ما يقصد يتعامل مع الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصه بشكل مش لطيف ايوه هي اندمجت ازاي وقابلت الصعوبات دي ازاي رحمه ما قابلتش المشكله دي يعني ايه هي طبعا لاول وهله اللي قدامها بيبقى قلقان انها ما تعرفش تقول ما تعرفش تعبر ما تعرفش فبعد دقيقتين كده لا الدنيا اوكي الحمد لله ضحكتها بتاكل كل حاجه الألب. الحمد لله لان هي بتعرف تتعامل وتثبت نفسها وطبعا دي الحمد لله حاجه كويسه لان انا من سن صغير جدا مخرجاها فبالتالي هي مش حاسه ان في مشكله واللي قدامها لما يجي يتعامل على ان في مشكله بعد شويه بيلاقي لا طب ما انا ما عنديش بتتكلم وبتعبر هي عايزه ايه وبتتعامل بشكل طبيعي وزمايلها في المدرسه مثلا والله الاول وهي صغيره كانوا بيساعدوها بصراحه يعني ايه كانت احنا واحنا بننقل من على السبوره كنا شويه في حاجات بتقع مننا ودي الحاجات اللي بصراحه استفدتها جدا من الرياضه يعني كان دايما وهي بتنقل في سطر يقع في النص كده وكنا ابتدينا نلعب بينج بونج فبعد البينج بونج ابتديت الاقي رحمه ترجع لي الكراسه مكتوب الدرس كله فايه اللي حصل؟ عرفت ان التوافق بين ايدها وعينيها في البينج بونج ساعتها جدا في النقل من على السبوره. كنا دايما بنحتاج حد ناخد منه الكراسه نصورها عشان نقدر طيب نكمل المدارس. الدروس. يعني ساعات برضو نشوف المدارس قابلتنا طبعا مشكله في المدارس انا دي بقى اللي انا نسمع طب اغنيه شاديه الاول عن الام ونرجع لكم تاني يلا بينا في ايد الحبايب يا ضما يا انت وكل امالي ومنايا انت في ايد الحبايب يا ضما يا انت وكل امالي ومنايا انت يا احلى غنوه في دنيا حلوه غنت وقالت معايا انت سيد الحبايب يا ضنا يا انت من ابتسامك ومن كلامك فرحة عينيا قلبي بياخدني وانت في حضني يلف بيا تقول يا ماما يا قلبي ماما تقول يا ماما يا قلبي ماما مشبعش عمري من
حبايب يا ضنا يا انت. انا واخد اهو. انا عايز اقول لكم بقى، انا بيشاركني في الفقره دي دلوقتي خالد عليش، علشان خاطر رحمه بتموت في حاجه اسمها خالد عليش، حتى مامتها لسه بتقول ان هو بيخلصها الشحن الموبايل بتاعها على خالد عليش. فانا جايبه لك، بصي خالد انا هبتدي اغير طبعا، بس انا جايبه لك. جايبه لك اهو. لا يعني المفروض تتضايقيش كده وبطلتي. لا انت ضفتي وبطلتي. هي طلبت خالد يخش معانا في الفقره، فيعني حتى اول ما دخل عمل كده اهو. احنا بقينا اصحاب خلاص، وهتبعت لي على طول في البرنامج. صباح الفل عليك يا رحمه. ربنا يخليها لك. ربنا يخليها لك. بس انا عايزك بقى تسيبك بقى، يعني طبعا الجواز والحاجات دي كلها طبعا حاجات مهمه جدا، بس انت جبتي الهديه ولا جبتيش؟ جبت هديه؟ اه. طب ما تغني لماما حاجه. طبعا اغني ست الحبايب. يلا. ست الحبايب يا حبيبة حبيبة يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة حبيبة. لا. ولا فايزه احمد. اه جميله. هي العادي ما بتغنيش، بس ده النهارده يعني علشان انت طلبت يعني. لا دي منورانا والله. مبسوط بجد برحمه، ويعني حتى وانا قاعد جوه ابتسامتها جميله جدا. تخطف الاكل. ربنا يخليها لك. وشعرها ناعم يا خالد. بس ايه اللي جاي بقى؟ يعني عايزين بطولة العالم. هتعملي ايه بقى يا رحمه؟ شعرها ناوي على ايه؟ شعرها ناعم. قري على البت بقى. قري على البت شعرها. ايه اللي جاي بقى يا رحمه؟ بطولة العالم؟ يعني ان شاء الله انا عندي بطولة. ان شاء الله. في اسماعيلية بطولة باسكت. ان شاء الله. باسكت؟ اه. كمان. اها. دي اللعبة الجماعية اللي انا بدربها يعني. بتتدرب. يعني عندي فردي وعندي جماعية. الفردي سباحة. والجماعية باسكت. وهيبقى مثلا في بقى بطولة عايزين في بطولة عالم بقى. ان شاء الله. لا ان شاء الله في ايطاليا، بس لسه مش عارفين امتى. لان لسه في الكابتن لسه بياخد موافقات حاجات يعني. قياسات ولسه بياخد حاجات كتيرة في السباحة. انت قلتي انها كمان مستشارة ومتحدث رسمي. هي تقول لكم هي ايه؟ انت ايه بقى قولي عرفني ايه؟ انا فعلا عضوه في مجلس الاستشاري الاقليمي لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وكمان محدث رسمي عن ذوي الاعاقه من 2015. من 2012 ل 2014. من 2012 ل 2014. شفتي ماما فاكره ازاي؟ ايوه. ماما فاكره اكتر مني. والقيتي ايه؟ انا طبعا كنا بنتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصه وعن ده فين؟ الحاجات اللي بنتكلم فيها يعني. على العموم يعني اللي تطلع في التلفزيون في الظاهره. انت نفسك في ايه يا رحمه في اللي جاي بقى؟ يعني انت مثلا نفسك ايه في طلبات، بما انك انت متحدث خلاص اختاروك المتحدث رسمي لذوي الاعاقه؟ لا اقول لك على حاجه، عايزه تلغي بجد يعني. نلغي الكلمه صح؟ نلغي الكلمه دي. انا برضو ما شايف اللي هي ايه؟ بس ماما اللي قالت كلمه معاق او متخلف. لا انا ذوي احتياجات خاصه. لا معاق او متخلف، مش عايزه تسمع الكلمه دي خالص. طب احتياجات خاصه متحدي. لا احتياجات خاصه متحدي العاقه انا ضدها. انا ضد كلمه الاعاقه تخش. ذوي قدرات خاصه بس كده يعني. الكلام ده كله يتشال اساسا صح من القاموس يعني، من العالم كله صح. لان زي ما قلت دي اول حاجه نفسي اعملها، ان يبقى لي صاحب القدرات الخاصه. ايوه. حلوه دي. او الاحتياجات. لا قدرات. قدرات ماشي صح. خاصة. دي ادق وافضل واحسن، لان هو مش محتاج حاجه خاصه. هو في الاخر انت زي يعني كل يعني كل المشاكل يعني في حاجه اسمها ما فيش حاجه اسمها اعاقه حركيه. يعني ايه اعاقه حركيه؟ تقول لك يعني مثلا عنده رجلين وبيمشي بس رجليه تعبانه، ممكن هو يقعد على الكرسي المحرك ويتحرك صح. خلاص خلصت. خلصت يعني مفيش مشاكل سماعيا، حاطط السماعه ويسمع كده. احنا نقعد نقول له انت بتمشي بكرسي اعاقه، ده بسمعها في كل حته.
ما احنا هو يعني احنا عايزين فعلا نغير كلمة ذوي احتياجات خاصة او ذوي اعاقة، عايزين نشيلها من القاموس تماما. هي بتطالب رحمة صاحب القدرات الخاصة لان هم زيهم زي اي حد. بالعكس انا عايز اقول ان رحمة احسن مني، رحمة بطلة، انا جبت ايه؟ ما جبتش حاجة، انا قاعدة هنا اهو ما فيش حاجة بعملها. فهي رحمة يعني هي ايه؟ جبت جزمة بوت، جبت جزمة بوت، هو ده اللي انا عملته. جبت البوت وخلاص. لكن رحمة جابت بطولات العالم، جابت ميداليات. يعني لو تشوفوا بصوا الميداليات عاملة ازاي، شرف لكل مصري. ولزي رحمة وفي ناسهم غيرهم كتير جايبين لمصر، ويعني هما دول يعني ليه إعاقة؟ احنا ضد الكلمة دي فعلا تماما. في بس معانا مداخلة، معانا هناء عايزة تصبح على أمل، ماما أمل، وعايزة تصبح على رحمة. صباح الخير يا هناء. صباح الخير. صباح النور، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة وماما طيبة وكلكم طيبين. وعاوزة أكلم أمل. أهلا وسهلا. ازيك يا أمول؟ الحمد لله. هناء جمعة معاك. أهلا وسهلا. ازيك يا حبيبتي؟ أهلا يا حبيبة قلبي، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة. يعني عارفة رحمة منورانا على طول. ربنا يخليك يا طه. وأقول لك كل سنة وانت طيبة. وحضرتك بالصحة والسلامة وكل أم بخير وسعادة يا رب. ازيك يا رحمة؟ الحمد لله. عاملة ايه يا حبيبتي؟ كويسة الحمد لله. شايفة ضحكتها حلوة ازاي يا هناء؟ نعم؟ شايفة ضحكتها ازاي حلوة؟ ده حبيبتي، ده بنتي، ده أنا اللي مربياها. نقطة في القلب. أول نشكرك جدا يا مدام هناء، وكل سنة وأنت طيبة. كل سنة وأنت طيبة. صباح الفل عليكي. صباح الفل. رحمة أنت مشهورة بقى دلوقتي. الحمد لله. في الشارع بقى الناس بتصور معاكي وكده صح؟ قلق جامد. وفي النادي لما بتروحي برضه بتتصور. طبيعي. ده المداخلات ايه؟ بقت نجمة. أنا وأنت هنركن دلوقتي وإحسان داخلة دلوقتي عايزة أتكلم مع رحمة. طب ما بتزهقيش من المعجبين؟ لا أهو بقى لها معجبين. معانا إحسان. تحس مثلا خالص. دي عايزة حاجات تانية. ده ليها طموحات. طب عايزين نعرف طموحات بس بعد إحسان. أوكي. إحسان إزيك؟ ألو. ألو. الو صباح الخير يا حسين. صباح الخير. ايه الاخبار؟ الحمد لله بخير. احنا معانا مدام امل ومعانا رحمه، وكلميهم بقى قولي لهم اللي انت عايزاه. اهلا وسهلا بيهم، منورين والله. وانا كنت عايزه اسال بس والده رحمه في حاجه. اتفضلي. ممكن؟ اتفضلي. اتفضلي. طب انا عايزه بس رقم موبايل والده رحمه. طيب في الكنترول. طيب هنتواصل مع الكنترول وهنستأذن طبعا مدام امل، ولو ينفع هنديك الرقم مفيش مشاكل خالص. شكرا شكرا. طبعا حضرتك اكيد عارفه هي ممكن تكون محتاجه رقم تليفونك. لا لا لا، هو انا عليا عبء اجتماعي ومقتنعه بيه جدا طبعاً. وعندي استعداد جدا لان انا اقابل اي ام عندها طفل جديد، ان انا اخرج برحمه ووريهم. يعني انا والله احد الاسباب ان انا بطلع برحمه ان انا عايزه اغير نظره المجتمع نمره واحد، وافهمهم ان الطفل ده طفل عادي جدا. صح. بالعكس ممكن يبقى لطيف جدا، دمه خفيف، بيتعامل، بيتعلم حاجه مش كويسه. مش حاسه ان النظره دي اختلفت دلوقتي في طبعا اختلفت الأخيرة. يعني انا عايزه اقول لك احنا انا واحده من الناس بجاهد في الموضوع ده بقالي 20 سنه من ساعه يعني رحمه لسه 19 بس هي بتحب تقول انها 20 يعني. فمن 20 سنه ما انا خلاص انا كمان 20 سنه فعلا في رمضان. طب ان شاء الله رمضان قرب. طلعتي بطاقه؟ طبعا. بجد؟ ده اول يوم. اول يوم يعني من اول ما تمت 16 16 سنه. ما صدقتي. انا ما صدقت، قلت خلاص بقى. ومع بابا لغايه دلوقتي. صوره البطاقه وحشه ولا حلوه؟ لا صوره البطاقه وحشه ولا حلوه؟ لا حلوه. حلوه؟ بس انا صوره البطاقه عامل كده. والله اقول له طب استنى احسن، قال لي خلاص خلصت. صور تاني. هي أمورة شعرها ناعم يا خالد. يا ستي بتحسدي شعرها. طيب احنا معانا مفاجأة ليك يا رحمة. قولي ألو. نعم. قولي ألو. بابايا صح ولا لا؟ من هنشوف. ألو. ألو. أيوه. ألو إزيك يا رحمة؟ الحمد لله. لسه ما عرفتيش؟ مش عارفاني يا رحمة؟ نانا نانا انا نانا انا نانا ازيك يا نانا؟ حبيبة قلبي كل سنة وانت طيبة يا نانا. كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة يا قمر. سعيدة بيكي قوي 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 قوي. ربنا يخليكي ليا يا حبيبة قلبي. دي طبعا جدة رحمة. انا عايز اخدك في حضني في حضني كده وابوسك من هنا ومن هنا. حبيبة قلبي والله. انا جاي لك يا نانا على طول. كل سنة وانت طيبة يا نانا، واحلى نانا، عندك احلى حفيدة في الدنيا.
ربنا يخليها والله. ومشرفانا وانت اكيد انت طبعا ومدام امل اكيد برضو انتوا كنتوا الاثنين مع بعض اديتوا حبها بعض اكيد طبعا. كل ما اروح عندها على طول بتبصني وعلى طول كل حاجه والنهارده كمان عامله لي مخصوص ملوخيه. بتخلي ملوخيه بقى ولا ايه؟ عامله لك ملوخيه بالايه؟ عاملها ملوخيه بالايه يا نناه؟ بالبط تقريبا. بالبط هي اكتر واحده بتحبني يعني كل ما اروح عندها يعني بتعرف من بابا انا بحب ايه. انا سعيده بيكي قوي قوي قوي. كل ما بروح لها ده مخصوص علشانك يا رحمه. يا حبيبتي ربنا يخليك. انا اللي جابت لك بقى هديه النهارده ملوخيه وبط. ولا كمان جايبه لها هديه؟ جايبه لها ايه؟ طب ما تعملي لها كده يعني زي فزوره في الهديه. قولي لها جايبه لها ايه؟ استني انا هتعرفي دلوقتي الهديه ايه. يلا يا رحمه. يلا. ده انا رحمه هي احسن هديتي والله. ربنا يخليها لك يا رب. حاجه تتشال. حاجه تتشال وعلى كتفك. بطيخه. ممكن تاخديها كمان. البطيخ. لا ممكن كمان تشيليها وانت مسافره. لا بصحى. قوي قوي. بصحى. البطيخه؟ عارف اللي هو محمد منير فستان ابيض وبدأ محمد منير. ربنا يخليها لكم يا نناه وصباح الفل عليكي. معانا كمان انا سعاد. انا سعاد. السلام عليكم. صباح النور. صباح الخير. صباح الخير. كل سنه وانت طيبه. لا اهلا اهلا. طيبه حبيبتي. كل سنه وانت طيبه يا امل يا حبيبتي. ازيك؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ زي شهاب وكلكم. الحمد لله الحمد لله. أصبح على رحمة الجميلة حبيبة قلبي. صباح الفل. صباح الفل. على منير وشهاب. صباح الضحك الجميلة كده يا رب. صباح النور عليكي وكل سنة وانت طيبة وبأحلى هدية هي رحمة ليك إن شاء الله يا رب. يا رب. أنا سعيدة جدا يا رب يا رب يا رب. أنت عارفة طبعا مدام أمل أنا سعيد جدا برحمة بس رحمة ده العادي بتاعها بس أنا فخور جدا جدا بيكي طبعا طبعا لأن يعني برافو عليكي أنت وبعدين هتلاقي ناس كتيرة جدا أنت عليكي دور مجتمعي. دي ميداليتك أنت. صح؟ انا ما بعرفش اعوم. لا رحمه تعمل فيك حاجه. ميداليتك المنتي. ممكن اخد الميداليه دي يا رحمه؟ لا لو تنزلي وتتعب. انزل واتعب؟ لما تنزلي البسين. انا بتخاف منها. طبعا احنا يعني انا بقى اللي جبت لك هديه النهارده اهو خالد. تمام. عقبال ما يا رب كده حد يعني خالد يبقى عايز انا اللي اطلع معاه وابقى انا اللي هديه. حلو. خالد. لا هاكل ملوخيه بالبط. بالبط؟ ماشي. طب وانا ده تيجي معايا وتيجي معايا عند جدتي كمان يعني. طب خلاص هاكل ملوخيه بالبط واخد الهديه اللي هي بتتشال وبتسافر بيها. عرفتوا حاجه؟ لا. طبعا احنا بنعيد عليكي وكل سنه وانت احلى ام واحلى حاجه في الدنيا يا امل. يا مش قادره اقول لك يا مدام امل انت امل بصفتك فعايز اقول لك امل كانك امل مش الاسم بتاعي. رحمه. وانا عايز قبل ما رحمه بس تمشي الطموحات لان احنا كنا فتحنا الموضوع ده وما قفلناهوش. طب قولي يلا اخر حاجه. تمام. انا من طموحاتي ان انا عايزه امثل. اوه يلا يلا بقى. انا عايزه امثل فعلا عشان عايزه اغير نظره المجتمع. يعني مش ليا. ليه؟ علشان في ناس يعني في ناس فعلا يعني عملت تمثيليات تمثيليات يعني غيرت نظره المجتمع لاسوء. انا عايزه اغيرها لاحسن. انت بتتكلمي عن اصحاب القدرات الخاصه اللي احنا قلنا المسمى ده. القدرات الخاصه وكمان اصحاب القدرات الخاصه. فانت عايزه تعملي مسلسل او فيلم او حاجه يعني عمل فني يكون بيتكلم عن صاحب القدرات الخاصه. أيوة. بس انت اللي تكوني بتقدميه لان انت هتكوني ادرى حد بالموضوع. تمام. صح كده؟ بس عايزه اقول لك برضو ان بطولاتك دي ومجهوداتك دي اكبر دليل واكبر رساله للعالم كله ان مفيش حاجه زي ما احنا قلنا حاجه اسمها اعاقه ومفيش حاجه اسمها كده. انت بطله وبطله كبيره وبطله مشرفه مصر كلها واحنا فعلا بنحبك وبنحب كل حد كده بيشرف مصر. كل سنه وانت طيبه يا مدام امل. كل سنه وانت طيبه يا رحمه. هي رحمه على فكره بتقدم حفلات يعني هي بكره في حفله معموله في جمعيه الفن الخاص. حقتيني يا رحمه. هي بتقدم الحفله دي كمذيعه. شعرها ناعم يا خالد. كل سنه وانت طيبه يا احلى ام واحلى حاجه. انتظرونا بقى مع خالد عليش الفقره الثانيه. وعايزه اقول بقى انا كده كل ام بدايه لامي كل سنه وانت طيبه ولكل ام كل سنه وانت طيبه وبالف خير وبالف سلامه وصباح الخير يا مولاتي. يا ماما يا ماما. يا صباح يا صباح. يا صباح الخير.
لسه مكملين نهار جديد على النهار وان والنهار اليوم، واحنا بنتكلم كده عن عيد الام. يمكن الفقره اللي معانا دلوقتي فقره مختلفه شويه عن المتداول في عيد الام، لان كله هيتكلم عن الام، وكل سنه وانت طيبه يا مامتي، وكل الكلام الجميل والمهم جدا اللي اتكلمنا فيه في الاول. لكن حاجه مهمه جدا عند الام انت ما بتنساهاش، خصوصا الرجاله اللي بعد كده بتدخل على مرحله الجواز، فبتفقد حاجه مهمه جدا، اكل الام. اكل الام حتى لو طعمه وحش بس انت بتتعود عليه بشكل كبير جدا جدا جدا، لان احنا الاكل حاجه مهمه جدا في حياتنا. دي حاجه. الست اللي بتتجوز بتفقد حاجه مهمه جدا، ان هي مهما اتعلمت من طبخ مامتها برضو بتلاقي مشكله وهي بتحاول تطبخ. بقى كتاب ابله نظيره بقى اللي هو زمان، دلوقتي برامج الطبخ من على الانترنت بتحاول على تدور على وصفات للاكلات وبتبوظها وبتخربها وكل التفاصيل دي كلها. فاللي جاي معانا عن الاكل، الاكل تحديدا، الاكل اللي هو من اهم الحاجات اللي موجوده في حياتنا. انا معايا عمرو حلمي. عمرو حلمي هو صاحب صفحه اكل فشيخ، اسمها اكل فشيخ. ايوه هي بعديها 2 مليون ربع 2 مليون ممبر موجودين على الصفحه. وغير كده هو كمان واحد من الزواقين وناقد اكل، وهو ناقد طعام. ناقد طعام. انت المفروض الجمعيه اللي انت عضو فيها اسمها جمعيه ايه؟ جمعيه الزواقه الفرنسيه العالميه. لشاندر تيسور ده اول مصري وعربي؟ لا لا، في مصريين فيها بس كلهم كبار، انا اصغر واحد. بتشتغل ايه بقى؟ يعني ايه الشغل؟ لا هي دي جمعيه مش شغلانه، هي حاجه ما فيهاش تربح ابدا، بس انا بشتغل مع جرايد وويب سايتس بس مش مصريين، بكتب فيهم مقالات وتقارير عن الاكل. عن الاكل المطاعم العالميه مثلا؟ المطاعم هنا في مصر وبره مصر، من اوروبا، من دول عربيه، من مصر، من كل حته. يعني انت مثلا ممكن يجيبوك في بلد تدوق بس الاكل؟ بالظبط، وممكن انا اروح اكتب عن مطاعم هناك. عشان ده يبقى دليل للناس اللي هو اللي عايزين يسافروا البلد دي ياكلوا فين هناك وهكذا. طب وفي مصر اللي عايز يجي مصر في التفاصيل. يعني عمرو دلوقتي انت لما جيت اشتغلت زواقه، او اي حد دلوقتي مثلا بيتفرج علينا قال لك انا عايز اشتغل زواقه او ابقى عضو في جمعيه الزواقه الفرنسيه، صح كده قلتها صح؟ مظبوط. ازاي؟ بص، هو فكره انا هتكلم عن ناقد الطعام اللي هي مهنتي. الزواقه في مصر مش مهنه قوي. الزواقه دول يعني في ناس بيبعتوا لي عربيه بسواق عشان تاخدني اروح مطعم قبل ما يفتح، ادوق المنيو بتاعتهم واقول لهم ملاحظاتي عليها. جامد قوي ده. فهي دي ده فكره، ده جانب الذواقه. بس ناقد الطعام، ناقد الطعام بيبقى صحفي ومتذوق وشيف. فانا عشان ابقى شيف درست 3 سنين، وعشان ابقى صحفي درست صحافه 4 سنين في الجامعه في اعلام. ومتذوق دي تبقى موهبه، تبقى حاجه بالفطره، دي مشهوره عني من زمان وانا طفل حتى. احنا بنحب الاكل قوي طبعا. طبعا الاكل هو من اهم. انا ولا احنا عموما؟ احنا المصريين يعني. طبعا مش بتهيألي مش المصريين بس، العالم يعني هتلاقينا الاكل ده حاجه مهمه جدا في حياتنا. حتى اي حد بيفكر يفتح مشروع، عايز يفتح مشروع اكل. مظبوط، دي حقيقه. ودلوقتي بالذات دلوقتي في هوجه، ودي صحيه، دي يعني هوجه صحيه، بس طبعا يعني لو فتحوها على الشكل المظبوط يعني لازم يكون في نقاط للطعام كتير. طبعا دي حاجه صحيه جدا برضو، بس هو للاسف لغايه دلوقتي ما فيش غيري في الوطن العربي بيمتهن المهنه دي بطريقه بروفيشنال يعني. فبس اتمنى يظهر حد تاني يعمل الموضوع ده بكفاءه، ويكون فعلا فاهم ويكون دارس ويكون تعب نفسه عشان يبقى ناقد طعام. لان ناقد طعام مش بالسهل، مش يوم وليله هتبقى ناقد طعام. انا بقى لي 3 سنين ونص ولسه شايف نفسي صغير في المجال بالنسبه طبعا اللي بره، لان بره عندهم فرص اكبر. طيب يعني احنا بندردش كده وقلنا بنتكلم عن الاكل وناقد الطعام والزواقه، بدات ارجع للفراعنه. يعني الفراعنه كانوا اكيله، بيحبوا الاكل. الفراعنه كانوا فيجيتيريانز شويه، خضراجيه. بستغرب انا الشخص الفيجيتيريان. ايه؟ بستغربه جدا. لحمه وفراخ، كل لحمه وفراخ. قدامك كل ملاذ الدنيا. لا هو دلوقتي على فكره دلوقتي العالم بقى بيتجه للاتجاه الفراعنه اساسا. يعني الفراعنه زمان كان الاكل الاساسي بتاعهم العيش والبيره. دول كان الاكل الاساسي، عشان كان طبقات، مش كل الطبقات بتبقى غنيه تقدر تاكل لحوم ودواجن وحاجات كده وسمك. كان ما عندهمش فراخ خالص، الفراعنه ما كانش عندهم فراخ، كان عندهم طيور صيد وكان عندهم سمك، وقليل اللي بياكلوا لحوم، لان اللحوم كانت البقر والحاجات دي كانوا بيستخدموها في الزراعه،
فما كانوش بياكلوها. كان بالتالي لما يذبحوها كانت يعني تعتبر مكلفة. يعني خسارة على الفاضي يعني ممكن ياكلوا سمك وطيور يعني ما كانش عندهم مانع. بس فالفرانة زمان طبعا كانوا أكيلة وعندهم مطبخ فرعوني بس للأسف ما وثقوش الوصفات بتاعت المطبخ بتاعهم. يعني هم على الجدران وعلى الجدران المعابد وكده كاتبين الأكل بتاعهم بالتفصيل بياكلوا إيه بس ما ادوناش وصفات نقدر ناخدها منهم نطبقها دلوقتي. الفراعنه كان بص هو الاساس زي ما قلت لك العيش والحاجات دي وبعدين اي حاجه بقى تيجي من الزراعه بصل كرات فجل خيار خس الحاجات دي كانوا بيستخدموا يعني بس بس طبعا ده بجانب العدس والفول والحمص ده كان دول اساسيين برضو البقوليات عندنا بقول لك شويه هم فيجيتيريانز جدا. فالطبق بقى العاليه هي اللي بتاكل السمك والحاجات دي بس الفراعنه كمان ما كانش عندهم ليمون ولا طماطم ولا سكر كانوا بيستخدموا عسل كمان الامهات بقى الفراعنه لما كانوا يحبوا بقى يكافئوا يعني ابنائهم وكده هو بص في نقطه لازم اوضحها قبل ما ادخل في موضوع الاكل بتاع الفراعنه ان الفراعنه اللي كانوا بيدونوا الحاجات دي دول اللي كانوا الطبقه العليا بس طبعا العليا دي ما كانوش بيطبخوا يعني هو الناس اللي عندهم بقى الخدم او كده هم دول اللي كانوا بيطبخوا فدول بقى يعني الديزرتس عندهم يعني او الحلويات كان مثلا عيش باللبن والبلح مثلا حلو. ده كده حاجه حلوه او العسل بيحط عليه عسل وبعدين مثلا الحادق لو فطير او كده هو مش فطير هو برضو عيش بس عليه بقوليات او خضار وملح كانوا غلابه قوي كانوا بسيطين اصل برضه انت خلي بالك بالظبط بيتزا بس فرعوني خلي بالك ده فطور كبيره لا البيتزا طبعا ايطالي يا عم فرعوني نمشيها فرعوني عشان خاطرك عشان عيد الام وبنفرح وكده عايزين مصر تفرح معانا يا عم تفرح بفرعنتها كده بالظبط لا بس احنا لازم نفرح بالفراعنه فعلا لان الفراعنه مثلا هم اللي اخترعوا الفواجرا الكبده بتاعت الوز هم اخترعوا طريقه التصغيط ازاي نزغط البطه دي اللي دلوقتي فرنسا واخدينها وواخدينها الاكله الرسميه بتاعتهم الفواجرا اللي هي بيفتحوا بق البطه بيفتحوا بق البطه بالقمع كده ويفضلوا يزغطوا فيها بس احنا كنا رحمين اكتر ما كناش بنعمل القمع ما عندناش قمع من غير قمع يعني بشوف الستات يروحوا ماسكين البطه ايوه تحت بطهم كده واديها طالعه طق طق بالظبط احساس الوزه او البطه بتبقى الوزه اكتر صح؟ الوز البط ما بيتزغطش؟ ولا والبط كمان هو الوز والبط بس الوز هو بس يعني الوز طب دلوقتي الاكل بيتغير يعني هل احنا مثلا دلوقتي الاكل بقى اوحش من زمان بقى احسن مع التكنولوجيا الموجوده لا بص هو طبعا في فرايتي او تشكيله كبيره في الاكل دلوقتي طبعا مقارنه بالفراعنه ما كانش في حاجه يعني كان الاكل بسيط وكله زراعات وكله من اللي بيطلع من الارض بتاعه المنطقه دي بس فما كانوش ما كانش في بقى بيستوردوا من مناطق تانية ممكن بعدين بقى في العصور الحديثه الاكثر شويه انا بتكلم في الحاجات اللي هو 2500 سنه قبل الميلاد فده يعني حاجه بس قديمة. البركه قلت الجمله عارف ان الجمله دي جمله امهاتي برضه اللي هو ايه البركه قلت البركه قلت اكيد تحس ان الاكل موجود وكل حاجه بس مش مبروك تحس ان هو ايه حتى كده لما يقول لك ده انا بنزل السوق اشتري كيلو الطماطم اللي هو كان بكام بقى دلوقتي بكام هو طبيعي ايه ما تحسش بيه سوء الاحوال دلوقتي الاقتصاديه فخلت الحاجات تعلى فالدنيا اكيد البركه قلت طب الستات بقى اللي بيبقوا داخلين على جوازات او البنات بقى اللي بيبقوا داخلين على جوازات جديده بيبقى اكتر حاجه يعني بتخوفهم هي الاكل المطبخ المطبخ دي حقيقه وبيبقوا مكسلين فتلاقي بقى محمرات وتلاقي مش عارف ايه الحاجات السريعه السهله وكده بس في طبعا منهم في فنانات يعني انا اعرف اصحابي لسه متجوزين جداد يعني بحب اتعزم عندهم بما اني عازب وعايش لوحدي فيا جماعه انا مستغرب علاقتك باصحابك جدا هو ايه بيجيبوك وانت موجود عندهم يكافوا ياكلوك بتاع ايوه دي حقيقه بقى عارف بقى الموضوع كمان يعني كمان سيبك من الاكل بقى يعني انا عشان بشتغل ناقد وانا شويه لساني لازع لساني لازع فبقوا بياخدوا بالهم من حاجات كتير مش بس الاكل بس طبعا الاكل بقى ايه كل واحده بتبقى يعني بتطبخ وهي خايفه ده هيقول ايه ده بيبهدل المطاعم العالميه ومش عارف ايه ده هيقول علي انا بس لا يا جماعه انا لما بنقد اكل ست بيت غير لما بنقد شيف الشيف ده فانا حياته في الطبخ فوريني بقى خلاصه حياتك بس انا بحب الاكل برضو البيتي احلى يعني أكيد حتى دلوقتي أكيد اشهر انا كمان بحب الاكل البيتي ومفتقده جدا الاكلات البيتي يعني اشهر المطاعم الجديده دلوقتي بس انا عمري ما بقتنع بيها المطاعم الاكلات البيتي دي عمري ما بقتنع بيها ليه؟ اصل انت لما بتعمل الاكل البيتي بكميات بيبوظ ما بيبقاش هو نفس لا بس في مطاعم بتعملها فريش
اكيد. ما هو مش مشكله، مش مشكلتي في الفريش، مشكلتي في الكميات. الكميات دايما لو مش حد بروفيشنال قوي ما بيعرفش يظبط طعم الاكل يطلع هو هو، فبتلاقي كل يوم الاكل مختلف في المطعم البيتي ده. ممكن تروح النهارده مثلا تاكل المحشي ده تحفه، بكره وحش. وبعدين الحاجات فيه حاجات تبقى مش مستويه وحاجات مستويه عشان حله كبيره ومش عارف ايه. فعارف لما الدنيا بتبقى ماس برودكشن الموضوع بيكبر، بيعملوا كميات من الحاجه بتبوظ، بالذات الاكل البيتي. مش الحاجات، في حاجات بتاعت المطاعم البلاستيك دي الفرنساوي وبتاع وكده دي بتطلع هي هي، لان هم حاسبين كل حاجه بالشعره، وفي ستاندردز وفي ريسبي في وصفه وفي حاجات اساسيه معموله. ف طب ايه الفرق بقى بين اكل الام حتى لو وحش واكل المطاعم او الاكل البيتي اللي موجود في المطاعم؟ دي حاجه نفسيه بقى اكتر. يعني انت بتكلم اي راجل في العالم يقول لك اكل امي ده لا يعلى عليه، مفيش زيه. يعني انا ممكن ادوق اكل مامته اللي هو منبهر بيه اكتر، تمام. حصلت معايا والله كتير بقى، كتير يقول لي ده بص بقى مامتي هتخليك تعيط من فرط اللذه. لا انا قبل كده كنا عاملين ديش بارتي والناس بقى كله جايب اكل وبتاع، ففي واحد صاحبي جاب المحشي قال لك بص محشي بتاع امي ده مفيش والله العظيم ما انت ما مش هتصدق نفسك. فمش انا لوحدي، كل الناس كله دخل الحمام. يعني لا يا عيني اتصدم، هو اتصدم يعني، هو اتصدم من رد الفعل، هو عايش طول حياته مظلوم مخدوع. بص انا في الحالات دي بجامل، بس طبعا يعني لو وحش قوي يعني ما بقدرش. انا ما ببلعش حاجه ما بحبهاش ابدا، تلاقي مناديل معايا على طول وايه اتصرفت. ما اقدرش، بس طبعا بجامل. يعني ستات البيت بالذات لو انت احبطتهم يعني هم مش ناقصينك، فاهم؟ يعني هم تعبانين في الاكل ده وكده، فيعني هتيجي تعمل عليهم ناقد؟ لا يا حبيبي يلا. طب احنا محتاجين مثلا نعمل كورسات للستات اللي متجوزين جداد، يعني مثلا نعمل يعني في حاجات كده انت بتشتغل في في الشغلانه دي، تعتبر شغلانه الاكل يعني، خلينا نقول يعني لو تندرج تحت الاكل بالظبط. ليه ما تفكرش مثلا تعمل جمعيه، تعمل اكاديميه، سنتر؟ بص لو دلوقتي عملت كده هيقولوا مين العيل اللي بيعمل كده، فاهم؟ فانا مستني انا اتقل، عايز اتقل اكتر من كده، عايز اتعلم اكتر، عايز ادرس بره. انا واخد شهادات كتير في المطبخ كبروفيشنال شيف، بس محتاج كمان اخرج عشان اجيب شويه خبرات. انا بسافر وبعمل حاجات بره، بحضر برنامج كمان من بره مصر. بس عايز يعني اتقل اكتر من كده، عشان هنا في مصر مش بيشجعوا الصغيرين قوي لما بيعملوا حاجه حتى لو عندهم قدر علمي كبير. بس لا، انا محتاج بمفهومنا هنا ان انا اتقل اكتر من كده، وممكن ساعتها اعمل حاجه زي دي ويبقى الناس متقبلاها مني اكتر. طيب انا لو سالتك نصايح للستات المتجوزه وكده ممكن تجاوب عليا؟ طيب ممكن. خلينا نعرف ده بعد فاصل قصير جدا من موجز العاشره مع ايه عبد الرحمن، ونرجع مره ثانيه ونهار جديد. صباح الخير يا خالد، وصباح الخير على ضيفك الكريم والساده المشاهدين، واهلا بكم في موجز العاشره من النهار اليوم وفيه. حيث كشفت مصادر حكوميه ان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل سيعرض اليوم التعديلات الوزاريه على الرئيس السيسي. واضافت المصادر ان رئيس الوزراء التقى حتى مساء أمس عددا من المرشحين للحقائب الوزارية، مشيرة إلى أن الوزراء سيؤدون حلف اليمين غدا. أكد الرئيس السيسي ضرورة إنجاز المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة خلال عامين مع تطبيق المواصفات العالمية في التنفيذ. جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الإسكان الذي أوضح أن تنفيذ المشروع سيبدأ الشهر المقبل ليضم 12 وزارة وحي سكني يضم 25 ألف وحدة. وصف وزير الخارجية سامح شكري مشاورته مع وزير الموارد المائية السوداني بالإيجابية. وأوضح شكري أن المباحثات ناقشت تطورات مشروع سد النهضة الإثيوبي والتحضير لمراسم التوقيع على عقد المكتبين الاستشاريين لإقامة الدراسات الفنية للسد. أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أن الإرهابيين الذين نفذوا هجوم كمين الصفا بالعريش سينالون عقابهم. جاء هذا خلال اجتماع وزير الداخلية بمساعدي لبحث سبل تعزيز الإجراءات الأمنية بشمال سيناء. كما اعتمد وزير الداخلية حركة ترقيات وتنقلات محدودة لبلوغ بعض القيادات السن القانوني للتقاعد.
تستقبل أقسام الشرطة ومديريات الأمن اليوم ولمدة أسبوعين طلبات المواطنين الراغبين في السفر لأداء فريضة الحج ضمن قرعة الداخلية، ويشترط لقبول الطلب مرور 5 سنوات على آخر أداء لفريضة الحج ابتداء من عام 2010، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد والديه أو الزوج المرافق لزوجته التي لم يسبق لها الحج. أفاد مراسل النهار اليوم بوصول أعضاء الوفد البرلماني منذ قليل إلى مطار شرم الشيخ لبدء جولة بمدن جنوب سيناء تتضمن زيارة لمدن خليج السويس لتفقد المنطقة الصناعية وبعض المشروعات التنموية. وإلى شان السورية، حيث تستأنف اليوم مفاوضات جنيف بين الحكومة والمعارضة. كانت المعارضة رفضت أمس تأجيل الجولة مؤكدة الالتزام بالتوقيتات التي وضعها المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا. كان وفد الحكومة السورية طلب تأجيل الجولة لتكون بعد الانتخابات البرلمانية السورية والمقررة في 13 أبريل المقبل. عرفنا أن النظام طلب تأجيل الانتخابات مدة أسبوعين. سيطرت المقاومة الشعبية مدعومة بقوات من الجيش الوطني على مدينة حريب جنوب شرقي محافظة مأرب اليمنية بعد مواجهات مع الحوثيين أسفرت عن سقوط 13 قتيلا من الميليشيات وأسر 7 آخرين. واستولت المقاومة على أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية خلفها المتمردون أثناء فرارهم من المدينة. نفذ طيران العراق والتحالف الدولي 61 طلعة جوية على مواقع تنظيم داعش في الموصل وسنجار وصلاح الدين والأنبار، مما أسفر عن مقتل العشرات من الإرهابيين وتدمير أسلحة وآليات للتنظيم خلال 24 ساعة الماضية. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أكثر من 10 فلسطينيين في حملة دهم شملت عددا من المدن الفلسطينية. كانت مواجهات نشبت أمس بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية جيش الاحتلال. وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى كوبا في أول زيارة لرئيس أمريكي منذ 88 عاما، وتستغرق الزيارة 3 أيام تعقد من خلالها قمة أمريكية كوبية بين الرئيس أوباما ونظيره الكوبي راؤول كاسترو، ويبحثان من خلالها سبل دعم العلاقات التجارية. اتفق وزير التموين مع شركات الصرافة على سعر موحد دولار لمنع المضاربة على أسعاره، ووصل سعر بيع الدولار في البنوك 8.88 جنيه، ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي غدا عطاء دولاريا بقيمة 120 مليون دولار لسداد احتياجات عملاء البنوك من النقد الأجنبي. وأخيرا مع حالة الطقس، حيث يسود البلاد اليوم طقس رباعي معتدل نهارا بارد ليلا، فيما يتوقع خبراء الأرصاد أن ترتفع درجات الحرارة غدا على جميع الأنحاء. وكذلك تسجل درجة الحرارة في القاهرة العظمى 23 والصغرى 15. انتهى الموجز الإخباري، ولكن فقرات نهار جديد مستمرة معكم بعد فاصل قصير. الحوار مصرحة، والكلام مفاجأة، والضيوف في الجولة. منى عبد الوهاب، سؤال ورا سؤال. زعيل ايه؟ انت عايزه اقول حاجه معينه؟ انا مش قد احمد سعد. بدون رحمة. انا حذفت لها مشاهد، دي حذفت لي الفيلم كله. انا مش كبرت دوري، يبقى انا انزل على القفيش لوحدي. حوارات جريئة.
أنا بنتي أنا حر. أول من هدد بالقتل من فضل شاكر هو أنا. مفيش فبركة. حولك أنا خطفت نجوم. أنا بعتبر إن حياتي الخاصة أوضة نومي. في صحافة وهيك بتكبر القصة أكتر وبتكبر المشكلة أكتر وبتصير الرجعة صعبة. من فضلك احترمي نفسك. إنذار. منى عبد الوهاب في مصارحة حرة. الليل التاسعة مساء على النهار وان. هذا البرنامج برعاية جراب الحاوي مليان أسرار وأكبر حاوي ما يجيش لعبة في جراب حواء. مش هسمح لها تدمر حياتي تاني. هي عندها شوية هلاوس واكتئاب نتيجة الصدمة العصبية اللي هي تعرضت لها. أنا بنت ناس كويسين. انصراف يا فندم. جراب حواء يوميا 7 مساء على النهار ون. هذا المسلسل برعاية مكملين نهار جديد ومعانا عمرو حلمي. عمرو حلمي هو ناقد طعام وعضو في جمعيه الذواقه الفرنسيه وراجل بتاع اكل بالبلدي كده. احنا كنا لسه بنتكلم على الست او البنت اللي داخله جوازه جديد وهي في الكنافه. ايوه ملهاش فيها ميح بقى. اوكي فدي تبتدي تعمل ايه؟ ايه النصايح اللي ممكن هي تعملها علشان على الاقل ما يدخلش معاها في النقاش اللي هو ايه فين اكل امي؟ ياه وهو ممكن يكون اكل امه ما يدقش اصلا. بص هو يعني هو برضو في ستيريوتايب دارج ان هو الست لازم هي اللي تطبخ ومش عارف ايه. هو ممكن يساعد يعني. طبعا انا عارف انا بساعد في البيت جدا. يعني لازم انت راجل محترم. لا وبعدين وقفه المطبخ دي بتاعت الاكل. وعلى فكرة وقفة الراجل في المطبخ ليها معنى كبير قوي عند أسرته وولاده ومراته وكده. دي ليها معنى كبير بيحبوها جدا بيستنوها. يعني أنا والدي لما كان بيطبخ في البيت بنستنى اليوم ده وبيبدع فعلا. الرجالة بيبقوا مبدعين طبعا. الستات مبدعين عشان من حدش يعني يجي علينا. يعني الست طبعا هي معروفة عنها إن هي مبدعة في المطبخ أكيد. بس إن يبقى الراجل كمان مبدع في المطبخ ويقف ويساعد دي بتبقى حلوة. حاجة هايلة جدا أكيد. بس البنت اللي متجوزة جديد ومش عارفة يعني محتاجة إن هي دلوقتي بقى فيه دلوقتي شورت كورسز كده صغيره كورسات صغيره بتعلم اساسيات المطبخ. في كورسات كبيره وكورسات صغيره وفي كل حاجه. في برامج طبخ هستيريه بس يعني ممكن تروحي البرامج الاجنبي اكتر هتتبسطي اكتر. تتفرج يعني على اليوتيوب على برامج مثلا فيها بس ساعات البرامج بتبقى معقده جدا بقى اللي هو لا في برامج متخصصه للناس الجداد وفي برامج متخصصه ان انت تحضر وجبه في 15 دقيقه وتحضر وجبه مش فطار غدا. بص يعني بقى في كل حاجه متخصصه جدا. فاكر زمان برامج الطبخ يعني احنا كنا واحنا صغيرين كان برامج الطبخ بتعقدني شخصيا. دلوقتي طبعا برامج الطبخ اختلفت تماما وبالعكس بتكلم الناس البسيطه وبتكلم بالزبط. كل الناس وطبعا عندنا برنامج لقمه هنيه في النهار وكل البرامج تقريبا معظمها بيكلم الناس البسيطه. بس زمان كانوا يجيبوا مش عارف فلفله لونها كستنائي احمر بيعجزوك اللي هو لا انت مش هتعرف تجيبها انت هتتفرج بس. لا دلوقتي في بعدين بقى في يعني
نوعين من الفكر. في اللي هم اولادها لو خلفت يعني اولادها بيحبوا الفاست فود فهي عايز تعمل لهم فاست فود في البيت. فده طبعا اذا في طريقه نعمل فاست فود في البيت اكيد في دلوقتي وفي برضو فيديوهات وبرامج أنا مختصه هقطعك سيبنا نعرف بس حاله المرور بس حلو طيب. قوي موضوع الفاست فود لان انا احبه. خلينا ناخد كده مي عدلي من الاداره العامه للمرور تطمنا على اخبار الحاله المروريه النهارده ايه. صباح الفل يا مي. صباح الخير يا عليش وعلى ضيفك في الاستوديو وصباح جديد. احنا النهارده الاثنين واول ايام الاسبوع وعايزين نعرف تكدسات المروريه النهارده. معانا سياده النقيب مصطفى عبد الحاكم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم وصباح الخير على العاملين بالاستوديو. نطمن حضرتك ونطمن الساده المشاهدين الحمد لله اوشاك الكثافات الصباحيه على الانتهاء الحمد لله على الانتهاء وهدوء الحال الحمد لله. سلوك مرور تام على كافه الطرق على كافه المحاور. تمام. بالنسبه للمحاور الرئيسيه فندم ممكن حضرتك تطلع على الطرق يعني ممكن اللي رايح مثلا من مكان لمكان ياخد الطريق ازاي؟ هو تمام الحمد لله ما فيش اي تعديل في كافه الطرق كافه المحاور كافه الطرق وكافه المكون بتاعها بكامل طريقتها من عدم اي تحويلات او اي تبديل لاي طريق. تمام يا فندم. الحوادث النهارده في اي حوادث تعاطل المرور؟ هو نعم حصل بعض الحوادث الاحتكاكيه فقط دون اي تاثير بسيط. عندنا امام المحكمه الاقتصاديه اتجاه الاستورات في تصادم بين سيارتين ملاكي نتج عنهم تصادم صاب الطفل بيتم التعامل مع الحادث ونتج عنه كثافات بسيطه بيتم التعامل عليها. زي ما سمعنا كده معلش انه في سيوله مروريه الحمد لله برغم النهارده اول ايام الاسبوع. نتمنى للجميع الوصول بالسلامه ان شاء الله وعوده اليكم مره اخرى في الاستوديو. طبعا بنشكر مي عدلي جدا من الاداره العامه للمرور والنهارده يوم يعني مروري غريب لان المرور يوم الاثنين المفروض ان هو بيكون زحمه فالنهارده الحمد لله مش زحمه وفي سيوله مروريه فده شيء هايل جدا. فواضح ان في ناس كثيره مأجزه بقى عيد الام والاحتفالات والحاجات دي كلها وده شيء لطيف جدا. نرجع للفاست فود. اوكي ازاي بقى؟ بص في برامج بتعمل الاكل بتاع بره بس بطريقه صحيه اكتر بنوع انواع زيت معينه مش عارف ايه تتبيله الفراخ بيعملوها محترمه اكتر من اللي تتعرض له يعني الفراخ. اقدر اعمل نفس الكريسبي اللي هو بتاع دلوقتي بقى في كل حاجه بقى كل الوصفات السريه انكشفت دلوقتي عادي بقت بتتعمل يعني بس الاكل بره بيبقى عارف طبعا مش عارف المصطلح صح ولا قلة النظافة كده بتعمل تيست وزيادة الدهون. ما بص ما هو يعني الفاتس الأكل كل ما يكون معفن كل ما انت بالظبط ما هو خلي بالك من حاجة دي حاجة حقيقية علمية ان كل ما تزود الدهون كل ما التيست كل ما التيست بتاع الأكل بيعلى يعني هو حقيقي طيب. بس احنا طبعا ده هيجيب لنا ازداد الشرايين على المدى البعيد فملوش اي معنى. فانت يعني لو مضطره واطفالك خلاص بيحبوا ده اعمله لهم في البيت بس بطريقه احسن. بس الاحلى بقى من كل ده ان هي قبل ما تخلف بالذات يعني تدرس عن الاكل عموما مش تدرس دراسه اكاديميه بس تدخل على النت بس تعرف البورشن اللي محتاجها او اسمها ايه الكميه اللي محتاجها الانسان من مثلا من اللحمه السعرات الحراريه لا مش لازم سعرات حراريه ده هتدخل نفسها في قصه كبيره بس الانسان النهارده محتاج كام جرام لحمه فهي عرفت مثلا ان هو مثلا 150 جرام 170 جرام بالكتير فمش كرم منك ولا العيال هيكبروا اسرع لما تدي لهم نص كيلو لحمه ياكلوه فده هتسرع يوم فالموضوع كده يعني اهم حاجه ده نصيحتي للستات يعني يعرفوا يدوا خضار قد ايه يدوا فاكهه قد ايه يدوا نشويات قد ايه يدوا بروتين قد ايه وطبعا الخضار والفاكهه بالنسبه للاطفال ادي يعني. طيب في حاجه مهمه برضو وهتلاقي في ناس كثيره بتتفرج عليها دلوقتي مهتمه بيها الامهات اللي بيبقى عندهم بناتهم الصغيره ما بيحبوش المطبخ انا دي حاسس ان هي مشكله يعني عارف اللي هو ايه ازاي تحببها في المطبخ وفي كمان امهات ما بتقدرش تدخل بناتها المطبخ دي مشكله ثانيه عشان ما يبوظوش المطبخ لا ما ينفعش وفي ستات تشتكي ان الرجاله ما تدخلش المطبخ وما تدخلش رجالتها عشان المواعين طب انت عايزه ايه عشان المواعين لا هو ما بيدخلش غير عشان يغسل المواعين لا هي ما بتدخلوش عشان ما يعملش مواعين كتير يعني ما تخلوش يطبخ عشان ما يعملش مواعين كتير عشان لا انا وظيفتي زمان يا لو الرجاله كمان لو غسلوا المواعين بيكروتوها ايوه ما انا كنت معاك انا عارف الموضوع ده انا عملت ايه بقى؟ بقيت اتكروت ايوه بالظبط خلصت فهي بتعيده تاني فهي تعيده تاني لا انا ماليش في المواعين يعني انا مش شاطر فيها انا شاطر فيها الديش ووشر يا جماعه ما بحبهاش بس يعني بتاخد يا عم ساعتين ثلاثه لغايه لما ما هي الديش ووشر بقى انت اتكروت وبعد كده تحطه في الديش ووشر يعقمه
يعني ده انا برص في الدش وشر بالساعه مثلا برص هو ده لازم تتحط مش عارف ازاي عشان لو اتحطت ازاي ممكن تتكسر بالظبط لا شغلانه هي شغلانه برضو بس هنعمل ايه يعني طيب. جيبوا اطباق بلاستيك اطباق بلاستيك ينفع تدخل في تاكلوا فيها وارموها خلاص يعني عمليا انا عمرو مش يعني طبعا هي في تكلفه بس قصدي يعني مش غير العزاب دايما بيعملوا كده العزاب لكن الناس اسالني انا طيب اخيرا بقى اوكي احنا بنسمع دايما عن مصطلح النفس نفس حقيقي ودايما كده برضو حاجه ممكن تكون مربوطه بالنفس ان لو جينا قلنا عيد الام في العالم هتلاقي عيد الام في العالم فيه جمل شهيره كده انا وحشني قوي يا ماما كل سنه وانت طيبه مامتي وحشني كله هتلاقي هنا بقى وحشت يعني اكلك انا جعان عايز اكل بالظبط في ناس والله العظيم يعني اعرفهم متغربين بيجوا بس يقعدوا ما يردوش ياكلوا حتى سندوتش من الشارع عايزين ياكلوا من ايد مامتهم بس حقهم ايه سر النفس بقى؟ بص النفس ده النفس ده هو طاقه يعني النفس مفيش حاجه ملموسه اسمها النفس النفس ده طاقه بتطلع من جسم البني ادم اللي بيحب الاشخاص اللي بيطبخ لهم دول فبيتنقل الطاقه دي للاكل حقيقي وغير بقى موضوع الطاقه كمان النفس ده فن اختيار تركيبه التوابل على بعض يعني كل ام كده عندها عارف برطمان كده ما عندهاش حتى معيار هي بتحط كده بالظبط بالظبط هو ده النفس لان هي يعني هي يعني كل الحاجات دي اسمها النفس هي بالبركه بس هي عارفه البركه دي عامله ايه عامله يعني قد ايه البركه دي عارف مثلا انت اوضتك مكركبه بس انت عارف كل ما حاجه فين فهي نفس الفكره بس في الطبخيه عندها توابل كتير وبتحطهم بالبركه بس هي عارفه مقدار البركه ده قد ايه ومتعوده على البتاع ده كمان الحلل الحلل دي نفس يعني هي عارفه الحله دي بتسخن امتى عشان الزيت ما يتحرقش او عشان ما تنزلش البصل فما يكونش الزيت نابع من الخبره مع الحلل بالظبط هي بقى يعني ارتباطها بمطبخها بكل مكوناته هو ده النفس حتى ده جاي مع اسطوره الطشه برضه مثلا اللي هي ملهاش اي لازمه ملهاش اي لازمه بس هي عاده وعاده ليها وقت معين وليها وممكن يكونوا هم معلمين الشهقه دي بوقت معين هينزلوا مثلا في توم هينزلوا هيشيلوا حاجه من على النار او بعد الشهقه خمس دقائق هيشيلوا الملوخيه عشان ما تغليش عارف الحاجات دي هي النفس يعني الحاجات البسيطه الصغيره دي هي اللي بتكون كلمه نفس انا بشكرك جدا يا عمرو حلمي هو ناقد طعام مصري وعربي وكمان عضو في جمعيه الذواق الفرنسيه انا بشكرك جدا واتمنى بقى ان انت مشروعك خلينا نقول حتى لو هو مشروع فكره مشروعك بقى ده يكبر ويبقى عندك اكاديميه يبقى عندك دايلي ان شاء الله قدام كده ربنا يكرمك اكتر واكتر والاكل اكل الام حاجه مهمه جدا عشان كده لو ربنا كرمك ووالدتك موجوده تطبخ حلو لازم 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 تعدي كده على عليها النهارده وتاكل الاكله بتاعتها لان دي حاجه مهمه جدا لسه مكملين فقرات نهار جديد كل سنه وكل الامهات المصريه والعربيه وفي العالم كله بخير يا رب ان شاء الله اشوفكم بكره لكن لسه اسماء مصطفى هتكون موجوده معاكم كمان دقائق قليله صباح الفل كل سنه طيبه يا ماما يا حبايبي يا حلوين يا حبايبي يا طعمين كل سنة وانتم دايما طيبين يا حبايبي يا حلوين يا حبايبي يا طعمين كل سنة وانتم دايما طيبين والصحة والسعادة ويخليكوا بابا على طول السنين على طول السنين أشوفكم عرايس وأشوفكم ناجحين بدعي لكم السنين تسعدكم يا فاهمين
واشوفكم عرايس واشوفكم ناجحين، وتدعوا لبابا يخلي لكم بابا على طول السنين على طول السنين. ولسه مكملين، ونهاركم نهار جديد، وكل الامهات يا رب بصحه وخير وسعاده. امهات مصر، ستات مصر الجدعان الصابرين، يعني اهم حاجه بتميز الست المصريه صبرها، صبرها تحدي الصعاب الظروف اللي بتقابلها في حياتها. كمان الامهات اللي بيصبروا على ابتلاءات احيانا بتكون في الحياه اختبارات صعبه قوي بتمر بيها، ان يكون في عندها ابن من ابنائها لا قدر الله بيمر بمحنه صحيه معينه، او انها بعد الشر طبعا زي امهات شهداء مصر ان هم يفقدوا اولادهم. الصبر تحدي الاراده القوه. احنا معانا النهارده نموذج يمكن موجود كتير في مصر، لكن احنا حبينا في اليوم ده نقرب من ستات مصر اللي عندهم ظروف خاصه في حياتهم، عشان نقف ونقول ونبص لهم يعني بفخر واعتزاز ازاي هم قدروا يعملوا ده، وازاي هم قدروا يتحدوا ظروفهم، وازاي هم ما استسلموش، وازاي هم قدروا يتغلبوا على الصعاب في حياتهم. انا معايا النهارده بقى ماما ست مريم وهيب فرج المكرمه الام المثاليه، ومعانا ابنها ابرام طبعا زميل واعلامي وخريج كليه اعلام. ازيك يا ابرام؟ زي حضرتك، اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيبه. طيبه يا حبيبي، وعيد ام سعيد عليكي. يا رب يخليك. الله يخليكي. هبتدي بقى ابرام مع ماما، هي الاول صح؟ طبعا. عشان انت من ساعه حتى قبل الهوا انا لازم اقول للناس طبعا. عمال يقول لي الكرسي ده مريح ماما ولا لا؟ طب انت تخليها قاعده كده ولا لا؟ طب انت طب يا ابرام طب كده تمام؟ احنا متفقين ان اهم حاجه راحت ماما صح؟ اه صح، احنا متفقين. طبعًا. احنا خلفنا الاتفاق؟ لا خالص. طب ماشي نبتدي نروح. مبسوطين ان احنا معاكي طبعا. وانا كمان. انت منورني. ميرسي. نروح بقى لماما. انت ام لسبع ولاد، ربنا يحفظهم لك جميعا ويخليهم لك. بس ربنا رزقك باربعه منهم، وهم بيخطوا اول خطوه في حياتهم او في بدايه العمر اكتشفتي ان هم الاربعه عندهم ضمور عضلات. ضمور عضلات. الأربعة. الأربعة. اكتشفتيه ازاي بقى؟ عشان العيل وهو صغير في سن سنة سنة ونص يمشي على طرف صبحته. ويقع ويقوم. معروف ان دوت عيان بس ما نعرفش عنده ايه. ورحنا عند الدكاترة قال لك لين عظام شال الأطفال. هو ما كانش شال الأطفال. ما كانش شال الاطفال. ما فيش غير لما جينا مصر اللي احنا عرفنا اللي هو الضمور عضلات اللي هو ما يموت في الجسم. ابرام ابنك الكبير. مين الباقيين؟ ايمان. ايمان فج ابرام. وارساني فج ايمان. وكريستين دي. دول الاربعه اللي جالهم؟ لا، ايمن وابرام وايمان ورسان الاربعه. ايمن وابرام ورساني اللي عندهم ضمور الاربعه. مش ورا بعض يعني يا استاذه اسماء؟ بس مش ورا بعض. مش ورا بعض. بس انت كنت الكبير يا ابرام. انا الكبير وما زلت على فكره. يعني انت كان اول كان اول حد يشوفوا فيه الاعراض بصوره واضحه. طيب وبدانا رحله العلاج. طيب وعديتي ده ازاي؟ يعني كنت بتقدري يعني اكيد ربنا قواكي طبعا وكان معاكي. هو مجوينا حاليا. هو انا دلوقتي في ظروف صعبه عن الاول. ليه بقى؟ عشان الاول كانوا صغيرين. كان الشيل خفيف عليا. لكن دلوقتي هم كبروا، الجسم كبر. طب وابرام دخل الجامعه وخلص اعلام وكمان تنميه بشريه مش اعلام بس. تنميه بشريه كمان. طب ابرام انت كنت بتروح ازاي بقى المدرسه والجامعه؟ بصوا، فترة المدرسة كانت بالنسبة لهم خفيفة لأن كنت لسه بمشي وبقدر أتحرك لوحدي وبعتمد على نفسي في كل حاجة. لكن من بعد التحدي ده اللي قابلنا وبدأت أقعد على كرسي متحرك، كانت فترة تانية بقى، مرحلة تانية بالنسبة لهم. هم كان عبء كبير عليهم. كانت صعبة. إن هم لا، حد بقى محتاج اللي يشيلني وينقلني من على السرير. مين اللي كان بيشيل طيب؟ ماما وبابا. يعني ماما وبابا هم بتشيليهم. وحاليا
وتشيليهم على كتفك وتوديهم مدرسه وتجيبيهم. لا 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 مش فتره المدرسه. احنا بنتكلم بقى فتره بعد المدرسه. فتره بعد الجامعه. انت اللي بتودي. لا انا مش مودي ولا ما اطلع من البيت. التعب كله بيبقى في البيت زي ما قلت لحضرتك. عارفه لما بيبقى في كواليس في البيت غير لما بتشوفي حد بره. طب ايه الكواليس؟ التعب كله بقى بيبقى في البيت. انا حاسه انا هاجي اوجع انا جنب ماما وانت تيجي. ايه رايك تعمل انت؟ ما اقدرش. ما نفسكش تبقى مذيع مع مامتك؟ ده شرف ليا طبعا بس وجود حضرتك انت مميز. لا 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 ربنا يخليك. لا انا بقول لك ما نفسكش بقى يعني ما تعمل كده برنامج يبقى اول حلقه تطلع مع ماما وانت ان شاء الله. دي ست الكل ما هيبقى قريب ان شاء الله مذيع. هيبقى قريب مذيع وهتعمل اول حلقه مع مامتك. هتبقى عايزها تحكي لنا على انهي كواليس. طيب هقول لحضرتك اللي الناس بتشوفه بره ابرام او ارساني او ايمان او حد لابس وما يعرفوش ايه اللي بيحصل في البيت. اللي بيحصل بقى في البيت تعب ماما وبابا وخصوصا ماما. يعني فتره ما يكون بابا في الشغل ماما هي اللي بتلبس، هي اللي بتساعدنا نتحرك، بتنقلنا مثلا او انا او اخواتي طبعا تنقلنا من على السرير للكرسي او من الكرسي للسرير جوه البيت. تساعد ان هي تلبسنا شوز كل حاجه. يعني انت بتعمل لهم كل حاجه ده. وهم نايمين كمان مش هيقدروا يتعدلوا. اقوم لغايه الساعه 4 ممكن هم يبقوا قاعدين يذاكروا هيجوا يناموا. ينام العيل عاوز يتقلب الناحيه الثانيه اروح اعدلي لي رجلي. في مرحلة في الضمور فبتفضلي انت قاعدة معاهم. لغاية الساعة 4 الصبح عشان مذكرتهم الليل كله. طب هو ورثان. طب لما ده حصل بقى وانت اكتشفتي ان ولادك الأربعة يعني حصل حسيتي يعني وقتها بقى ما قلتيش يعني ما يقستيش كده ولا؟ لا ما يقستيش بس تفلوة ليه؟ طب هما ضحفوا ليه؟ هو اللي جاهم ما كل العيال حلوة. فبعدين يا خلاص ده حاجه بتاعت ربنا، ربنا مكوني خلاص وخلاص. وفوضتي وسلمتي امرك لربنا او بتشكر كمان. هم احسن من السلام. العيانين احسن من السلام ونبه يعني فيهم كل حاجه حلوه. فانت عشان كده شايفه ان ولادك احسن من ولاد ناس كتير جدا. سلام وماشيين على رجليهم نضاف وسلام وفيهم كل حاجه حلوه. يعني المهم ان مخهم ذكي. وبيتعلموا كويس. انا عارفه نفسي انا العيانه مش هم العيانين. احنا معانا صور كمان اخوات ابرام. ده ساعه خطوبه كريستين. ساعه خطوبه. وده جذبتي ده. ايه؟ ده جذبتي اللي ورا ايمن. بص من على اليمين ايمان. واللي وراها ده بابا وجند المكرون مع ماما. بعد اللي لابس تيشيرت ابيض ده جوز اختي. ودي اخت كريستين. دي رقم 4. رقم كام؟ رقم 4. واللي قدام جوز اختي اسامه ده ايمن. ده اخوك اللي هو التاني. تمام. وانا لابس تيشيرت ابيض. بعد كده ورايا ماما. دي كانت بعد التكريم ده امبارح مع وزيرة التضامن امبارح. احنا لسه هنتكلم. ده احنا ده تكريمين. في تكريم بقى كمان كان من سياده الرئيس. لا ما انا عايز اعرف انت وصلتي سياده الرئيس ازاي؟ هتقولي لنا بقى. اتفضل لابرام. ابرام عمل ايه؟ عملت ايه يا ابرام؟ وصلت ماما لسياده الرئيس ازاي؟ لا هو قابل كل امهات المثاليات اللي كانوا متكرمين من وزاره التضامن. تمام. مين اللي وصل؟ هاخد محسن جيزه بس تقولي مين اللي وصل. أوكي. ماما للوزاره. اوكي. طيب يا محسن صباح الخير يا محسن. صباح النور يا فندم. صباح النور اتفضل. الو. ايوه معاك سامعاك. خلاص هو كده البرنامج شغال ولا؟ والله البرنامج شغال. احنا معاك على الهوا اهو. على الهوا بس مفيش اغنيه شغاله على الهوا. أغنية؟ أنا أول مرة أعمل مداخلة في البرنامج أنت نورتنا. بس كل سنة أمهات مصر كلها طيبة. يا رب يخليك. وبقول يعني الأم مش محتاجة عيد عشان نعيد عليها وكده. إحنا محتاجين نعيد على أمهاتنا كل يوم. يعني كل ثانية. صح صح. كل ثانية نعيد على أمهاتنا. صح. كل سنة ومامتك طيبة وبشكرك جدا 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 يا محسن نورتنا ويا رب ما تكونش آخر مرة. طيب ماما وصلت إزاي بقى للتكريم ده؟ هو أنا رشحتها. في حد كلمني وقال لي على الموضوع. قال لك إنه في ترشيحات للأم المثالية. تمام. ورشحتها وكنا ما قلنالهاش غير في آخر وقت علشان كنا مش عايزين نعشمها بحاجة أنا مش عارف أحققها. يعني هي كانت تستحق التكريم من زمان. والتكريم ده انا شايفه جزء بسيط جدا من حقها. هي تعبت معانا كتير. يعني لما بيكون في بيت واحد
حد عنده تحدي ما او مريض او تعبان بيبقى بالنسبة له بتمثل معاناة. وفي ناس بتقول انا مش قادر اصمد اصمد. دي صورة ماما وهي مع امهات. بص ماما تاني واحدة من ناحية الشمال. انا شايفاها هنا. تمام. ومع سيادة الرئيس في الاتحادية ومعهم طبعا تمام. وزيرة التضامن الدكتورة غدا والي. تمام. وانت يعني طبعا انت كنت طب يعني عارف ان انت لما ترشح ماما طب ده هيخليها تكرم الوزاره وتقابل الرئيس ولا ما كنتش تعرف؟ لا ما كنتش عارف الحقيقه مقابله السيد الرئيس. لكن كنت يعني حابب اكرمها علشان بشوف نماذج. هو كل الامهات طبعا كل سنه هم طيبين وكل بس ما رضيتش تقول لها ربما التكريم ما يجيش يعني. لكن لاخر وقت لما عرفنا الحقيقه كنا فرحانين جدا. وقلت لها ازاي بقى؟ قال لك ازاي بقى؟ انا قلت لها انبسطت. قال لي خلاص. قلت له معقول هو الكلام؟ انا شاف الرئيس. هي قالت حتى قالت لي كلمه انا مش ناسيها بترن دايما في وداني. قالت لي انا ما فيش حد قدم لي ورده يعني من بره ما فيش حد مقدر تعبها ودي رساله للمجتمع قلت كله. قلت انا هروح عند الرئيس. ده انا ما حدش اداني ورده في عمر. وما كنتيش مصدقه انه ده هيحصل. تصدقيني. طب هما لما كلموك بقى قالوا لك ايه يا ابراهيم؟ هما اتصلوا بيك انت اللي كنت مقدم. عشان كان رقمي انا اللي معاهم. فبلغونا. فرحت جدا وقلت لها كانت مبسوطه جدا. وده بيبين دور التكريم ايا كان الدور المعنوي بس ده في حد ذاته حاجه يعني. انت رحت مع ماما في لقائها مع رئيس ولا ما رحتش؟ كانت ماما بس. لا. طب احكي لي بقى لما رحتي الوزاره وقابلتي سيادة الرئيس وقعدتي مع الامهات المثاليات كان ايه بقى ايه الكلام اللي انت كان نفسك تقوليه او ولا كنت هو الوزيره قالت له ضم ابرام تعبانه مع اولادها حد كان حكي لها وما تشيل اولادها على ظهرها وتنقلهم وتكلم معها يا رئيس هو كان بيني ما بيني يمكن ثلاث انفار بس واحنا قاعدين فانا اتكسفت قلت له ده برام متعلم كذا والسبعه متعلمين بس فيهم لسه يعني ده ما يكمل تعليم الثاني لسه وبطرس ما كلمتي الرئيس قلت له ما خلصوش وكلهم شاطرين انا قلت له كده كلهم شاطرين بس عاوزه اوظفهم عاوزاهم يتوظفوا عشان ابوهم طلع على المعاش وهم يقبض 1000 جنيه بس كنت كسفت اكمل تاني ولا قلت له عيانين ولا حاجه جيت واحنا بعدين قالوا تيجي تسلم عليه رحنا وقف وتسلم علينا واحده واحده دفوها وقلت له معلش يوظف لي الاربعه العيانين بس كلم من عيني ان عيني حاضر طب وانت كنت حاسه بقى بايه؟ كنت فرحان قاعده بقى بتكلمي بقى مع رئيس الجمهوريه ايوه ربنا يخليه وتحكي له ده هو قاعد وسطنا وما يضحك عادي وفي واحده ست تقول له انا مستعجبه يا ريس انك ما تشرب شاي زينا طب وانت كنت فاكره يعني كان في ناس فاكره رئيس الجمهوريه يعني ما بيشربش مش هيكلمنا مش هيكلمك هيكلمنا بقرف ده الرئاسه الثانيه لكن ده الجناح انت شفتي رئيس جمهوريه قبل كده ولا اول رئيس تشوفيه؟ لا اول رئيس عمرك ما شفتي رئيس جمهوريه قبل كده؟ انا شفت في التلفزيون لكن على الحقيقه لا لا ده قاعد معانا وما يكلمنا وبيضحك معانا اهم حاجه بيشرب شاي اهم حاجه بيشرب شاي ويلا انا هصور معاكم الصوره دي اللي صورناها مع بعض اللي هي اللي احنا عرضناها دلوقتي طبعا بقى الصوره دي يعني قلتي ايه لابرام طب بعد ما رجعتي بقى وقابلتي الرئيس وهو كان سبب ان انت يعني انت ما طلبتيش حاجه لنفسك كمان انت لما قابلتي الرئيس ما طلبتيش حاجه لنفسك كنت عايزه حاجه لنفسك مش عاوزه حاجه انا حاليا انا عندي القلب عندي الشريان التالي ولا مسدود فممكن ابقى قاعده كده ويغمى عليا والعيال يتخض عليا بس مش هقول له اللي انا عيان مش هتقولي للرئيس انك عيان هقول يعني اقول على العيال مش انا عاوزه حاجه انا عاوزاهم هم بس ما فكرتيش طيب تقولي يا رئيس انا تعبانه وكده لا مش هقول مش هقولش ما اقولش على روحي اقول على هتقولي امهات مصر الصابرين يعني هنقول ايه اللي هي الام هي تبقى تعبانه وتكتم وجعها بس بتدور على اولادها برغم الاوقات اللي كانت بتعدي ومش ممكن في حياتك تنساها اكيد كل اوقاتك اللي عديتها مع ماما في خلال المرحله المشوار الطويل اللي انتوا عديتوا بيه لحد ما بقيت بقى برام تنميه بشريه اعلام زميل يعني صح اكيد في ذكريات وكواليس حتى لو كانت صعبه مش ممكن تنساها ابدا
حقيقي. ايه بقى؟ هي عارفه زي ما قالت لحضرتك دلوقتي ان هي عندها مشاكل في القلب. من اكتر اللحظات اللي بتبقى مؤثره او اللي بشوفها ان هي بتدي فيها اكتر وقت ما هي بتبقى تعبانه محتاجه مفروض حد يخدمها. فبتقوم تخدمكم؟ بتقوم تخدمنا احنا. طب خلينا ناخد رمضان. اتفضل. رمضان صباح الخير يا رمضان. صباح الخير يا استاذ، كل سنه وانت طيبين. وانت طيب، ربنا يخليك. ودايما منورين الشاشه كده ما شاء الله، لكل اسره يعني السعاده كلها في المحطه بتاعتك دي والبرنامج. يا رب يخليك، يا رب يخليك، متشكره قوي. انا اخوكم رمضان العربي بترحم على امي الحاجه كامله الله يرحمها ويحسن اليها، وعلى زوجتي الحاجه نعمات الله يرحمها ويسامحها الله يرحمهم كلهم ويحيي الام بقى والاخت، اختي الحاجه فاطمه اللي هي طبعا قايمه بالواجب واولادي، وبقدم التحيه والاحترام والشكر للأم الغالية المثالية بينها وبين ربنا، أم راشد في البحرين. يعني احنا طبعا بنحييهم كلهم وربنا يرحمهم يا رب ويجعل مثواهم الجنة، وطبعا وبنحيي أم راشد معاك وكل يعني الأمهات والستات اللي في حياتك اللي غاليين عندك، نورتنا وصباحك صباح الفل. طيب برام، دي كانت اصعب اللحظات اللي بتعدي عليك، ان انت شايف ان ماما تعبانه بس هي لازم تقوم تخدمكم. ومواقف كتير كده دايما، يعني هي اتعودت كده، يعني شفت حتى في اللقاء ما قالتش حاجه لنفسها. ما انا بسالها رغم تعبها. قالت لا مش عايزه اقول له ان انا اللي تعبانه كده الحقيقه. يعني دايما احيانا الام بتكرم علشان موقف او تحدي واحد في حياتها. هي شايف عندها، شايف ان مامتك عندها تحدي مع اربعه مش حاله واحده. لا والاحلى حاجه فيها كمان ان هي مش متذمره. لا دايما انا اصلا حتى احنا ما اتقابلنا قبل الهوا انا شايفه ماما عماله تضحك. هاخد مين؟ يا رب يخليك. مينا. ايوه يا صباح الخير يا مينا، اتفضل. صباح النور. صباح الفل. انا عايز بس ابعت رساله لكل الامهات الميته وعيالها متوفين. اتفضل يا مينا. ممكن اقولها؟ طبعا اتفضل. أمي لسه فاكر أيوة صوتها لما كان بينادي لي، لسه بشوفها جان من كل حاجة بشوفها هي، لسه شايم من ريحة منها سايبها ليه بينها ودم، لسه رغم فراقها لكن سايبها قلقة بينها وماما، لسه رغم البعد عني بشوفها دايما في يوم، لسه عايش بدعوة منها سايبها ليه وقت ما وصل، لسه الدموع مبقتش عيني رغم بعد السنين وسويتها، لسه فاكر يا أمي لما كنت بتودعيني أنت أصلا يا حبيبتي لسه برضه بتوحشيني. يعني ربنا يا رب يرحم جميع الامهات. انا بشكرك جدا يا مينا، يرحم جميع الامهات اللي موجودين ويصبر الامهات اللي اولادهم كمان مش معاها. طيب قولي لي بقى، وانت بتستلمي استلمتي من رئيس الوسام صح؟ وتكريم صح؟ طب ممكن احنا نشوفه؟ انت قلقان على ماما عشان الكرسي؟ اقوم انا؟ لا والله لا على الكرسي حلو. لا لا اقوم قول، عشان انت قلت لي لو ماما تعبت على الكرسي انت مش هتبقى مرتاح. ما تعبتش يا ها. ممكن نمسكه بقى كده توريه لنا؟ ده تكريم وعليه توقيع بقى سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه، وهو بيكرم السيده مريم وهيب فرج، وده وسام الكمال من الطبقه الثانيه صح؟ يا رب يخليك يا رب يخليك. ودي اللي اديتها شهاده من وزاره التضامن الاجتماعي. اديتها الوزيره ده من الوزيره الدكتوره غاده والي. هتبروزيها بقى طبعا، وايه؟ ان شاء الله شايلاهم بقى. وممكن تورينا الوسام؟ وعايزه اشوف بقى الوسام بقى اللي انت خدتيه في رئاسه الجمهوريه. مش مشكله، سيبي ما تقلقش عليها، سيبي كل حاجة احنا هنشيلها دلوقتي. أيوة. بحبك يا أمي. ممكن تطلعيها ماما تمسكيها في ايدك. في قلبي يا أمي. أيوة. إيه رأيك بقى؟ حاجة جميلة. إيه رأيك في اللي طب في اللي هو الريس اللي جميل. إيه رأيك في اللي إبرام دايب عمله وتكريم الريس ليك؟ اكيد انا مش محتاجه اسالك عن 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 مشاعر. انت تسمعي كلام ابرام طول الوقت، كل ما يقول لك حاجه تقول له انا ابرام اصلا انا مش محتبراه ان ابني. معتبراه ايه بقى؟ اخويا كاني كده. اخوكي؟ يعني مش حاسه انه ايه اخوكي بقى، وبتقعدي بقى تفضفضي لابرام لما تبقي حاجه مضايقاكي. هو وايمان. هو وايمان. وتقولي له انا متضايقه. لو ضعفت يعني لو تقدر تقوم تجري تقوم تجري وتجيب لي اي حاجه لما تلاقيكي تعبانه. مش عارفه اعمل لك ايه يا ماما، مش عارفه اعمل لك ايه يا ماما. وتبقى زعلانه وتبقى محتاره.
فكل حاجة أنا أقولها لبرام وليمان. ونفسك بقى طبعا يعني أكيد بقى مع 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 التباء إيمان يعني هي كمان تشتغل وبرام كمان يشتغل. أيوة مصدقين. أيوة عشان يصرف على روحهم. آه. يعني هو أبوهم يقبض الألف جنيه هتقضي مين تيجي؟ إحنا بنجيب علاج ب800 علاج ضمور العضلات ده. وعلاج طبيعي مشان ما ياخدوا عشان الوحده بتاعتنا خلاها للاسره بس وهدوا المكان اللي كنا. انهي وحده اللي خلوها للاسره؟ وحده في ام خنان عندنا. احنا كان عندنا الوحده الصحيه القريبه مننا لان موضوع العلاج الطبيعي ده بيمثل معاناه لينا جدا. لما حد بيكون عنده اعاقه ومحتاج يتحرك من مكان لمكان احنا عارفين مصر للاسف ما عندناش اتاحه. الطرق مش مجهزه. لا الطرق مجهزه بس ده بقى محطوط في الحسبان على فكره ان شاء الله. احنا بنتمنى بكره الله. احلى ان شاء الله. امبارح ما تقلقش كان في اجتماع 7 ساعات تمام. مع وزير الاسكان والطرق فما يعني انا مطمن من اللي جاي بس احنا بنتكلم في الماضي على التنقلات بالنسبه لذوي الاعاقه في مصر ومش سهله تمام. خلينا متفقين على كده تمام. فاحنا كنا بنعمل في مكان قريب لغى المكان ده وبقى في مكان ثاني بعيد فاحنا ما بقيناش نقدر نعمل علاج طبيعي. العلاج الطبيعي كمان مكلف. يعني الجلسه لكل فرد لو هتروح المكان لو في اي مركز علاج طبيعي بيبقى الفرد في حدود 70 جنيه في 4. انت ما عندكش تامين صحي؟ بص انا عندي تامين صحي. التامين الصحي اللي انا هروح اكشف بيه هدفع قده مرتين في العربيه لو تامن تامن المواصله او التاكسي عقبال ما توصل للمكان. تاكسي 150 التاكسي. تاكسي 150 جنيه عشان يوديك ويرجع. لازم يكون في اهتمام بذوي الاعاقه. يعني لازم يكون في طرق بديله وحلول. ليه احنا بنقول كده؟ احنا في الوقت اللي احنا بنقول فيه ان العلاج مكلف احنا مش بنطلب حاجه اوفر او بنطلب هبه من حد. احنا بنطلب حقوقنا جزء من حقوقنا كمرضى ضمور عضلات او كذوي اعاقه. بالظبط. ما بتستنديش حد في حاجه. الدوله بتحدنا الدخل قليل تمام. يعني لو شركه قطاع خاص بتوظف ذوي الاعاقه 5% ده لو تفضلت وعملتها لان الغرامه عليها بتكون 100 جنيه لو ما عينتهمش فهم عاده بيريحوا دماغهم ويدفعوا ال 100 جنيه. انت هتبقى شاطر قوي في الاعلام يا من بعد ملاكم يا فندم. انا هتحل المشاكل دي كلها حاسه كده انه من بعد ملاكم فاهماني. لا انا بص انا بضم صوتي لصوتك اولا متحدي الاعاقه. انا ما بحبش اقول ذوي الاعاقه. انا عن نفسي انا ما بحبش اقول الكلمه دي. انا بحس انه ده متحدي الإعاقة وإن الشخص حتى مهما كان إعاقته فهو في شخص معاق الإرادة تمام. وفي شخص مش معاق الإرادة. أنا بيني وبين نفسي بسميهم ذوي الامتيازات الخاصة لأن شايف ربنا الخاصة. لأن ربنا بيميز كل شخص صح بميزة خاصة كده. حتى لو كان يعني بص ما هو اللي بيمشي له رسالة في الحياة واللي قاعد برضه له رسالة. المهم الإنسان يستخدم فكره وإزاي يشوف يستثمر مواهبه والطاقات اللي ربنا إداها له كتير قوي. الناس محتاجة تسمعك. عارف ليه يا ابراهيم؟ مش بجاملك يعني ربنا عشان خليك. في ناس كتير ما عندهاش شعور بالرضا وعندهم حاله دي حاجه مش لطيفه طبعا من الغضب. فانا بكلامك الحلو ده ربنا يخليك هو ده اللي انا هختم بيه النهارده كلام ابراهيم. تكريم ماما الجميل اللي انت وربنا يخليكوا ليها وتشوفيه يا رب مذيع قد الدنيا يا رب يخليك وتطمني على اخواته كلهم وربنا يقويكي ويديكي العمر والصحه. واحنا فكره جات لنا مداخلات كتير قوي ناس كتير كانت عايزه تكلمك بس عشان رماس من سوريا كانت بتكلمنا يعني عشان الوقت بس بعتذر طبعا لكن عايزه اقول لك الناس كتير جدا كانت عايزه تدخل معانا دلوقتي تكلمك كله. في ناس كانت بتكلمنا من المغرب كمان ومن السعوديه اللي بعتوا لنا على الفيسبوك واستراليا كمان عشان ما نبقاش ناسين حد. هو ده يا جماعه دي نموذج الست المصريه اللي هي الصبرة. الصبرة على مهما جرى. يا ريتها كمان بتصبر وتقعد تحط ايديها على خدها وتقول اعمل ايه واروح فين واجي منين. لا هي كمان بتتحدى ظروفها وبتتغلب على الصعاب مهما كانت امكانياتها محدوده وعلى قدها. برام شاب راضي باللي ربنا كتبه ليه هو واخواته. بالعكس متفوق وبيذاكر وبيتعلم وبيجتهد وعايز يشتغل وعايز يكمل مسيره حياته وبيسعى كمان لتكريم امه واهله. هو ده الحقيقه. النماذج الثانيه مش اللي انا مش عايزه اتكلم عنهم النهارده لان هم ما لهمش مكان بينا. لما يشوفوا دول اقل حاجه ممكن يصابوا بيها هو الكسوف. انا بشكركم جدا 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 نورتونا. بشكركم كل مشاهدينا كده النهارده معاكم. خلاص تحيه كبيره جدا لامهات مصر وستات مصر الجدعان. تحيه كبيره جدا جدا جدا. واحنا نشكر الرئيس ان كرمنا وفرحنا.
يعني وانا كمان عايز اخد الفرصه دي بوجه شكر لماما، هي اللي تعبت معايا في كل حاجه. انا بشكرها طبعا، احنا كل نجاح بجد ليا انا ماجستير في البرمجه اللغويه العصبيه وكل النجاحات. انا بشكرها طبعا، هي الكند المجهول دايما هي وبابا، ربنا يخليهم لينا كلنا يا رب. وتحيه كبيره جدا لام كل شهيد، وعايزه اقول لها في النهايه ما تحزنيش، مصر كلهم ولادك، وقد انت اغلى ما عندك عشان احنا نعيش. بشكركم، اشوفكم على خير ونهاركم النهارده. يا رب يخليك يا حبيبي. ربيتي وتعبك فينا مش هيروح، وهنرد الجميل ليكي ولو حتى بطلوع الروح. يا امي انت اللي ربيتي وتعبك فينا مش هيروح، وهنرد الجميل ليكي ولو حتى بطلوع الروح. عشاني طول عمري ويا ما سهرتي من غير نوم، وكنتي في سكتي جنبي وكبرتيني يوم و